مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير والامل والجمال على حضراتكم. اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم نهايه الاسبوع. النهارده يوم الخميس 1 نوفمبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهره. ان شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على كل اللي بيشوفونا. والحقيقه النهارده معانا مجموعه من الاخبار والتقارير، وايضا معانا فقرات الحقيقه النهارده خدميه زي ما عودنا حضراتكم دايما في برنامجنا نهاية الأسبوع. خلينا أقول لكم إن بعد فقرتنا الإخبارية هذا الصباح الحقيقة معانا خبر مهم جدا لأصحاب المعاشات اللي بيتعاملوا مع بنك ناصر الاجتماعي، وكمان غير موضوع أصحاب المعاشات هنناقش كل الخدمات اللي بيقدمها بنك ناصر، ويعني الهدف منها إيه، وأيضا إزاي نقدر نستفيد من هذه الخدمات، ومين الأحق بالاستفادة، والشروط إيه. كل التفاصيل طبعا هتكون مع ضيفنا اللي هينورنا في هذه الفقرة، الأستاذ محمود صقر مدير عام الفروع ببنك ناصر الاجتماعي. طبعا فقرتنا الثانية واللي حضراتكم بتنتظروها كل خميس اللقاء الأسبوعي، والأستاذ دكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق. والنهاردة يمكن هنستكمل مع بعض شوية الكلام عن تساقط الشعر، وكان في ناس كتير جدا بتتكلم على بعض الأمراض الجلدية على رأسها البهاق وأعراضه وأسبابه وطرق العلاج. طبعا دكتور هاني إن شاء الله هيكون موجود في فقرتنا الأخيرة علشان يجاوب على كل الاستفسارات وكل أسئلة حضراتكم. بفكر حضراتكم بطرق التواصل معنا على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة، وكمان SMS 1781 80. تقدروا كمان تتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك، نكتب بالعربي نهاية الأسبوع، وأسعد جدا بكل استفسارات وأسئلة وتعليقات حضراتكم. تعالوا بقى نشوف أخبارنا هذا الصباح، ونبدأها بالخبر الأكثر أهمية. والحقيقة عندنا النهاردة حاجات كتير قوي نتكلم فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مطار شرم الشيخ عائدا من ألمانيا. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مساء أمس الأربعاء مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر شباب العالم المقرر في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر اللي جاي، عائدا من برلين بعد زيارة رسمية إلى ألمانيا استغرقت 4 أيام. شهدت الزيارة وزيارة الرئيس إلى برلين برنامج عمل مكثف هنناقشه مع حضراتكم بالتفصيل، وشارك في أعمال قمة مجموعة الـ20 حول الشراكة مع إفريقيا، وده كان طبعا تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لكم مرة تانية للتعليق. مشاهدينا ابقوا معنا ونهاية الأسبوع. تعالوا بقى نتكلم شوية عن زيارة ألمانيا. الحقيقة هي من الزيارات اللي مهمة جدا، وتفاصيل الزيارة دي يعني محتاجين ان احنا فعلا نتعرف عليها. وخلونا كده نشرح التفاصيل. الحقيقة زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا شهدت الحقيقة زخم كبير وأحداث كبيرة جدا وجدول أعمال مكثف ومزدحم منذ لحظة وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين. استهل الرئيس نشاطه في مقر
إقامته بلقاء رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ورؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية. وأيضا تلقى دعوة للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن. دي كانت نقطة مهمة جدا. كمان التقى الرئيس السيسي بنظيره الألماني فرانك فالت شتاينماير، وكان في استقباله فور وصوله إلى مقر قصر الرئاسة الألمانية. وقع الرئيس السيسي كمان في سجل التشريفات في القصر، تلاها لقاءات عديدة بقى مع مسؤولين ألمان في كل المجالات، كان على رأسهم عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين. عقد الرئيس كمان جلسة مباحثات مشتركة مع فولفغانغ شوبلي رئيس البرلمان الألماني البونستاج، وتناولت اللقاء ده تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وطبعا على رأسها مكافحة الإرهاب وقضايا كتير جدا تهم الدولتين الصديقتين. أكد الرئيس السيسي على أن لقاءه مع المسؤولين ورجال الأعمال الألمان هدفه التعريف بما يحدث في مصر بشكل رسمي طبعا، حتى اللي ساهموا منهم في مشروعات في مصر خلال السنوات اللي فاتت كمان بيعرفهم بتفاصيل أكتر. أشاد الرئيس كمان بوقوف ألمانيا جنب مصر إشادة كبيرة جدا، وقال أنه هو شاف من رجال الصناعة، يعني رجال الصناعة اللي هم الألمان، مدى التقدير والتعاون والتجاوب بشكل إيجابي جدا مع مصر، وتواصلنا مع شركة سيمنز قد إيه التواصل ده كان مثمر، وكان التواصل ده فكرة رائعة، ما كانتش مشروع أو ما كانتش مجرد مشروع. حجم العطاء اللي تم تقديمه في هذا المشروع والتدريب المهني وإعطاء الفرصة للشركات المصرية في الشراكة في هذا المشروع الضخم، وكمان تم عمل المحطات الضخمة وتطوير البنية تحتية للطاقة الكهربائية والغاز في مصر. أيضا عقد الرئيس السيسي لقاء قمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وده كان بمقر المستشارية الألمانية. تناولت المباحثات دي جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا، بس دول كانوا أهم حاجتين أو أهم نقطتين يتكلموا فيهم. كمان الضمانات اللي بتقدمها برلين لتحفيز الشركات الألمانية للعمل في مصر، ده جانب اقتصادي يعني خاص بالاستثمار، بالإضافة إلى دور ألمانيا في دعم القاهرة داخل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا. تطرقت القمة كمان إلى الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر المشتركة ودعم أطر التعاون الثنائي إزاء تلك الملفات. في نهاية القمة عقد الرئيس السيسي وأنجيلا ميركل مؤتمر صحفي عالمي. تعالوا دلوقتي نشوف نشوف بقى مع بعض خبر تاني، بس خليني أقول لكم يعني إن موضوع الزيارة اللي اتكلمت عنها كل وكالات الأنباء ليها جوانب عديدة جدا. خلينا نقول إن في ناس اتكلمت وفصلت، قالت إن إحنا مثلا بنتكلم على أساس إن ألمانيا دي دولة صناعية، فإحنا بنتكلم في جانب اقتصادي فقط. لما رئيس الجمهورية يعقد قمة على كل المستويات سواء في البرلمان أو مع رجال الصناعة ويتكلم بالشكل ده، مش بس الموضوع ليه علاقة بالجانب الاستثماري أو الصناعي، ولو كان ليه علاقة بده بشكل مباشر فمعنى أن يكون في مستثمرين أو مصانع أو شركات ألمانية، ده معناه أن مصر يعني تعتبر من الدول الجاذبة للاستثمار لدولة صناعية كبيرة زي ألمانيا. فدي نقطة نحط تحتها خط، لأن دي برضو كانت من النقاط اللي كانت في ثنايا هذه القمة، قمة مصر ألمانيا. طبعا يعني الكلام عن مثل هذه القمة لا ينتهي، بس خلينا احنا اكيد طبعا هنتكلم بعدين في هذه النقطة، ويمكن بكرة كمان ممكن نناقشها بالتفاصيل اكتر مع ضيفنا اللي هيكون معنا في فقرة السهم. طيب احنا خلونا نتكلم برضو مزيد من التفاصيل. معنا على الهاتف استاذ احمد الباشا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير روز اليوسف. الو من برلين. الو يا استاذ احمد. الو صباح النور يا فندم. صباح النور، معلش صوت حضرتك مش واضح. الو انا سامع. اتفضل يا فندم. طيب احنا كنا من شويه يعني بنناقش مع بعض يمكن اصداء
الزيارة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا وأصداء هذه القمة اللي أقيمت في برلين على كل المستويات. احنا يمكن الجميع بيتكلم على المستوى الاقتصادي ومكافحة الإرهاب. حضرتك شايف ايه النقاط البارزة في هذه الزيارة اللي ممكن يكون لها أصداء على المدى الطويل؟ اتفضل يا فندم. طبعا خليني اقول لحضرتك ان الزياره دي كانت لمده 4 ايام الرئيس عبد الفتاح يعني ليها شقين، شق خاص بافريقيا باعتبار ان مصر دوله افريقيه وان المانيا مهتمه بافريقيا منذ ان كانت ترأس مجموعه 20 من العام الماضي. وخصوصا وان المانيا ستتولى قياده مجلس الامن من يناير القادم وتوقيت متزامن مصر ستقود الاتحاد الافريقي. هناك علاقات مهمه جدا على المستوى الاقليمي تخص هذا الدور، منها الهجره غير الشرعيه وتنمية هي مبادره قامت بها المانيا وخص تخطيط افريقيا نحو المستقبل بجانب المزيد من الاستثمارات وتحسين الاوضاع المعيشيه في افريقيا باعتبار ان دوت بكافه منابع الارهاب ومنابع الهجره غير الشرعيه والتلوث اللي بتعاني منه بشكل كبير جدا اوروبا والمانيا تحديدا. تمام. يمكن التجربه المصريه في مكافحه الهجره غير الشرعيه يعني الحديث في اوروبا كلها وفي العالم كله، خصوصا ان مفيش مركب واحده خرجت من مصر من سبتمبر 2016 ودوت شهاده نجاح كبيره جدا، ودي كانت المجهودات الذاتيه قامت بها الدوله المصريه وده نموذج يعني عند تعمم اوروبا بشكل كبير جدا اللي بتدرسوه، خصوصا ان مصر قامت بيه لوحدها. مصر كانت رؤيتها بهذا الشكل ان مش بس مجرد ان انا امنع الهجره غير الشرعيه، لكن مهم جدا في تنميه مستدامه لافريقيا ومنع هذه الهجره. تمام. ده بالنسبه للجانب او الشق الاقليمي الخاص به العلاقات الثنائيه المصريه الالمانيه. عايز اقول لك يمكن الرئيس كان هنا موجود في 2015 في اعقاب ثوره 30 يونيو العظيمه، وكانت الاجواء في اوروبا وفي العالم كله ربما كانت ضد الثوره المصريه بشكل كبير. مظبوط. النهارده في 2018 هناك يعني بل نائب الرئيس المصري رغم وجود 11 زعيم ورئيس دوله افريقيه، الا ان المستشاره الامنيه ميركل ادرك بحثات خاصه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بينهم مؤتمر صحفي ودعوه على الغداء ودعوه اخرى على الحشام مع بعض الاسباب. ده في لقاء استثنائي بشكل كبير جدا. تحالت اوروبا وتحالت المانيا وتحولت الى العلاقات المصريه الالمانيه الى ما يطلق ممكن ان يطلق عليه الشراكه العميقه على عده مستويات اقتصاديه وامنيه وسياسيه. حتى تمام. ان كانت تجربه الاستثمار شركه سيمنز في مصر هي تلك التجربه الرائده، وحتى تم تجهيز فيلم خاص بهذه التجربه وعقل على مستوى رؤساء الدول الافريقيه المشاركه وعلى العالم كله، حتى وان حصلت على شهاده خاصه من سيمنز وقال لك معدلات البنيه التحتيه اللي بتقوم بها مصر هي معدلات غير مسبوقه عالميا وهي الاولى عالميا بشكل كبير جدا. تمام. تجربه نجاح مصريه الرئيس يمكن ما ضيعش لحظه واحده منذ وجوده حتى مغادرته في لقاءات ثنائيه بدات ب يعني على تقديرها طبعا القمه الخاصه به في المستشاره الالمانيه ميركل. ايوه. لقاء رئيس الدوله الالمانيه، لقاءه مع رئيس البوندستاج ورئيس البوندستاج تحديدا يمكن البوندستاج كان في اجازه لكن اصر على فتح البوندستاج لاستقبال السيد الرئيس. ايضا لائده مستديره لعدد خبرات الشركات الالمانيه الراغبه في الاستثمار في مصر والاستفاده من الموقع والامكانيات الاقتصاديه الموجوده. لقاءات ثنائيه على مستوى وزراء الداخليه والخارجيه والنقل. طيب. وايضا رئيس المؤتمر الميونخ للامن والامان. طيب خليني اسال حضرتك سؤال اخير يا استاذ احمد، يعني كيف تناولت وسائل الاعلام الالمانيه هذه الزياره؟ حضرتك شفت فيه يعني حاجه مثلا مثيره للانتباه في تناول الوكالات ام كانت يعني تناول بشكل يعني عادي او بشكل خبري فقط؟ خليني اقول لحضرتك ان يمكن الاحداث الداخليه بشكل كبير في المانيا الداخليه الالمانيه وما يتعرض له الحزب الحاكم في انتخاباته الاخيره، حتى كان يعني كلام ما جرى موجودين هناك من رغبه المستشار الالماني في التنازل عن رئاسه الحزب في مقابل استمرارها في دورتها الاخيره للقياده المستشاريه الالمانيه. لكن ده ما يمنعش ان الصحافه الالمانيه اكيد مهتمه بشكل كبير وبشكل مؤسسي في تنميه علاقتها مع مصر،
تم التعامل مع الرئيس الميسي باعتباره الضيف الكبير لاصدقاء السياسي والدوله المحوريه في اقليم الشرق الاوسط. كان هناك اهتمام وسائل الاعلام. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد باشا، طبعا كان معانا من برلين كاتب الصحفي ورئيس تحرير رز اليوسف، شكرا يا فندم. وخلينا ننتقل لموضوع تاني أو خبر تاني محليا، جولة رئيس الوزراء في الشرقية لتفقد عدد من المشروعات. يمكن رئيس الوزراء كان يعني كالعادة في جولات ميدانية واتكلم كتير جدا مع شباب الشرقية، وقال هيجي أحدكم ليتحمل المسؤولية بعدي ويشيل هذه الراية. لو فضلنا محبطين، مين اللي هيشيل المسؤولية دي ومين اللي هيشيل مسؤولية البلد وهيحركها للأمام؟ رئيس الوزراء قال لا تستسلموا للإحباط واليأس، الله والعدل لا يضيع أجر مجتهد، ولا تتعجلوا لا تتعجلوا لا تتعجلوا، قالها كذا مرة. وقال ان احنا يجب ان يعني نقبل التعب والعمل في يعني نقبل عليهم في كل الفرص المتاحة، واكيد هنلاقي هذا المردود، ولو قلنا نسيبها يا ترى مين اللي هيعمرها. رئيس الوزراء قال الكلام ده، دكتور مصطفى مدبولي قال الكلام ده خلال تفقده لاعمال تطوير استاد الزقازيق، والتقى كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بعدد كبير جدا من الشباب المنظمين ضمن برنامج تدريبي لتنميه المهارات الحياتيه واداره المشروعات الصغيره بتنظمه وزاره الشباب والرياضه، ووجه لهم الحقيقه كلمات كانت كلمات عفويه جدا، واتكلم كمان على حاجات كتير جدا واتكلم على نقاط كتير جدا. تعالوا نشوف كده جزء من هذه الجولة ونرجع نكمل تعليقنا في هذا الموضوع، ابقوا معنا. اهم حاجة ان احنا ما نقعدش بقى نبقى محبطين وكارهين بلدنا وعايزين نسيب البلد وعايزين وعايزين وعايزين، لان هي دي النغمة اللي الواحد دايما بقى بيسمعها في حتت كتيرة بهذا الكلام. صدقوني انا لما اتخرجت والله العظيم كان ظروفي اسوأ بكتير جدا، مش ظروفي انا، ظروف البلد كلها بصفة عامة، ظروف البلد كانت في الوقت ده البلد كانت لسه يعني بتتعافى، وما كانش كان مشاكل هائلة هائلة كانت في البلد في الوقت ده. أنا بقول لكم النهاردة في مجالات في تعليم فني وتكنولوجي واختلافه، مثلا أصحاب المصانع بيدللوا على إن هم عايزين شباب يجي ويشتغل. أنا بقولها النهاردة إحنا زورنا وحياتك وبيقول لك أنا بعين، أول ما بعين ب 4000 جنيه ومش لاقي شباب يجوا يشتغلوا. ليه؟ عشان بيقول لي أصلا أنا خريج جامعة ما أرضاش أشتغل شغلانة زي دي. وفي نفس الوقت شاب الجامعة هو بيقول لك طب أنا بعين في الحكومة وآخد 1000 جنيه أنا موافق. يعني اي منطق؟ اي منطق؟ ليه افضل ان انا حاصر نفسي بهذه الثقافه؟ ده اللي انا بقوله، لان طبيعه كل مرحله تحدياتها مختلفه. انا بقولها لحضراتكم بجد، يعني احنا كنا في مرحلتنا، انا بقولها انا يعني مش بعيد قوي عنكم كفتره، كان عندنا كم من التحديات والمشاكل قدام الشباب وقدام انا وانا راجل لسه متخرج من الجامعه يعني رهيبه. طيب الكلام اللي قاله دكتور مصطفى مدبولي من شوية أكتر حاجة لفتت نظري فيها قصة موضوع التعليم الفني اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. وخليني بقى أقول لكم حاجة، يعني بما أن رئيس الجمهورية كان في ألمانيا أكتر بلد صناعية وأكتر بلد معتمدة بشكل كبير جدا على الصناعة وعلى التعليم الفني، وبعيدا بقى عن التوظيف والشركات والكلام ده أو التعيين في الحكومة اللي بألف جنيه اللي قال عليه دكتور مصطفى في الفيديو، فيمكن خلينا أن احنا نقول أن ده اتجاه من الدولة أو فكر جديد من الدولة نحو أن احنا نغير ونبتدي أن احنا نوقن أهمية التعليم الفني. البلد مش هتقوم غير بالصناعة، ومش هتقوم غير بالطريقة اللي احنا
بنتكلم بيها دي، دايما احنا بنضغط على قصة التعليم الفني علشان الموضوع ده موضوع يعني اكبر مما نتخيل. احنا بس محتاجين ان احنا نفهم اهميته وندرك اهميته. طيب احنا معانا للتعليق كمان الاستاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان. يا استاذ هاني صباح الخير. اهلا بيك. طيب استاذ هاني، احنا من شوية كنا بنشوف الفيديو اللي اتكلم فيه دكتور مصطفى مدبولي عن موضوع التعليم الفني والنصايح اللي بيقدمها للشباب. الحقيقة اهمية هذه يعني الزيارات والجولات وتأثيرها على الشباب حضرتك شايفة ازاي؟ يعني انا شايفة ان في عفوية كبيرة جدا في كلام الدكتور مصطفى، يعني كلام واضح وصريح وفي برضو يعني نصايح اخوية. هو كان كلام طالع من القلب الدكتور مصطفى، حتى هو قال انا بكلم اخواتي وبيكلم مجموعة من الشباب كانوا موجودين في دورة تدريبية في استاد الشرقية او استاد التأذيب. الدكتور مصطفى اكد على عدد من الرسائل المهمه في الكلمه اللي قالها للشباب، منها على سبيل المثال ان هو ضرب امثله لبعض الشباب اللي بيجوا من دول اخرى حصل فيها ازمات سياسيه دول مجاوره وبيجوا يشتغلوا في مصر، فقال للشباب انا بلاحظ ان عندكم نبره امل، نبره ياس، عندكم نبره احباط، ازاي يبقى عندكم ده وشايفين على الناحيه الثانيه شباب بيجوا، شباب فقدوا مدارسهم، فقدوا اسرهم، فقدوا جامعاتهم، فقدوا منازلهم، ما عندهمش اي حاجه ولكن بيجوا من هنا من الصفر بيصطاد نجاحات كتيره جدا، بيشتغل في كل المهن ما بيتكسفوش من اي حاجه وحققوا نجاحات كتيره جدا. فقال لهم انا وانا شاب صغير اول ما اتخرجت من الكليه كانت ظروف البلد كلها في وقتها بعد الخروج من الحرب 6 اكتوبر ظروف كانت صعبه جدا، ومش بس البلد، كان بشكل عام الناس كلهم ظروفها صعبه، ومع ذلك احنا ما يئسناش ما احبطناش، الحمد لله دلوقتي بقيت رئيس وزراء كنت قعدت اقول زيكم ان الواحد طول النهار حاسس بالاحباط وحاسس بالكاد، ما كناش تقدمنا، وقال هيجي يوم قريب هيكون واحد منكم مكاني في المسؤوليه دي. صحيح. لازم نجهز نفسنا باستمرار، لازم الا نخجل من اننا نعمل في مهن اخرى غير اللي اتخرجنا بيها. بالظبط التفكير النمطي التقليدي يعني المفروض نبعد عنه. بالظبط، خاصه ما يبقى عندك تخصصات منها خريجين كبير كتير وسوق العمل لا يحتاجهم، فبالتالي لازم الواحد يتجه الى مهن اخرى، خاصه ان احنا شفنا نماذج نجاح كتيره جدا اللي عملوا خاصه في القطاع الخاص وحققوا نجاحات. حتى هو اللي معايا رئيس الوزراء ضرب مثال وقال يبقى عندي شاب جاي له فرصه عمل في القطاع الخاص ب 4000 جنيه وعايز يسيبها او 5000 جنيه وعايز يسيبها ويروح يشتغل شغلانه في الحكومه ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه اي منطق يقول الكلام ده؟ الدكتور مصطفى كمان اكد ان الشباب عندهم اجتهدوا حتى وقال كلمه ما تستعجلوش ثلاث مرات، اجتهدوا ما تستعجلوش وربنا العدل لا يمكن ان هو يغفل اجتهادكم وهيكفيكم على اجتهادكم ده. تمام. طيب انا سعيده بالفكر ده وبطريقه الفكر دي، يعني كده الحمد لله احنا ايه ماشيين على الطريق الصح. كمان في الحقيقه من الحاجات اللي لفتت نظرنا ويمكن حاجه جديده علينا قوي يا استاذ هاني، ان احنا شفنا دكتور مصطفى يعني رئيس الوزراء كان بيلعب بينج بونج مع البنوته اللي كانت موجوده، وكان الحقيقه يعني الفيديو برضو كان تلقائي جدا وعفوي جدا وكان الناس كلها مبسوطه بيه، يمكن مبسوطه بان اخيرا الحواجز اللي بين المواطن والمسؤول كلها اتكسرت، اخيرا بقى الشاب حتى او الطفل بيتكلم مع المسؤول بيتعامل معاه عادي، يعني خطوات كبيره نحو التقدم. حضرتك شفت الفيديو ازاي؟ يعني احنا وانا صحيح من الناس اللي كنت مبسوطه بالفيديو ده قوي كمان. انا حضرت الفيديو وشفته، انا كنت طبعا في الزياره مع الدكتور مصطفى، احنا كنا في ساعتها في استاد الزقازيق وفي مركز شباب السادات المجاور للاستاد، كنا بنزور عدد من المشروعات التطوير اللي هتتم في الاستاد ده سواء في الاستاد نفسه ارض الملعب او في حمامات السباحه الملحقه به وخلافه. ودخل الدكتور مصطفى المكان اللي بيتم فيه اختيار او اكتشاف المهارات الرياضيه للشباب او الناشئ بشكل عام، وجد مجموعه من الاطفال والناشئات والناشئين بيلعبوا تنس طاوله، فاجرى معاهم حوار عن الخدمه الموجوده في المكان وبدا يلعب مع الطفله الموجوده دي في الفيديو ده،
الحقيقه كان مسار اعجاب من باقي الاطفال اللي اصروا ان هم يتصوروا مع رئيس الوزراء واستجاب ليهم وقعد بقى يديهم برضه شويه نصايح على اهميه ممارسه الرياضه بوجه عام، مش بس ان انت لازم تبقى تاخد بطوله، لا انت ممارسه الرياضه بشكل عام دي مهمه جدا لكل مواطن سواء كان طفل او شاب او حتى كبير في السن. الملفت كمان يا استاذ هاني ان حضرتك دلوقتي عمال تقول النصايح او الارشادات سواء للاطفال او للشباب، دايما انا كنت بقول ايه النصيحه لما تبقى مباشره وعباره عن كلام بس ما بتجيبش تاثير خصوصا مع الفئه العمريه دي، انما انا شايفه هنا ان النصيحه مصحوبه بحركه، مصحوبه بـ 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 يعني بطريقه كويسه، طريقه عفويه، طريقه قريبه جدا من عقل الشاب او حتى عقل هذه الطفله، يعني لما الطفله او غيرها من الاطفال تشوف رئيس الوزراء بيلعب معاه رياضه فهي اكيد هتدرك اهميه الرياضه حتى لو هو ما قالهاش كده. الاهم كمان يا فندم اللي انا شايفه ان لما تدي نصيحه لحد وانت ما بتعمليش الكلام ده ما يقتنعش بيه، لكن بقى كمان اما اقول لما تقولي بيضرب مثل بنفسه وده اكثر من مره كررها، بيقول للشباب ما تيأسوش، انا كنت في الوقت الفلاني كنت طالب زيكم وكنت كذا 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 واجتهدت وربنا اكرمني وكذا كذا. واليوم في اللقاء الاخير ده انا اتجوزت وانا عندي 30 سنه بمساعده بعض الاهل بمساعدة الاهل في بعض مقتضيات الزواج، ولكن انا ما حسيتش بطفره غير قريب لانه اجتهد برضه وكان زيه زي اي شاب يواجه صعوبات في الاول في شغله، ويمكن هو قبل كده قال في مؤتمر الشباب انه كان بياخد تقريبا في الشهر 180 جنيه حاجه زي كده على ما اتذكر اللي كان بيقوله اول مرتب ليه فكان مبلغ ضئيل. دلوقتي الشباب زي ما قلت وزي ما هو قال لسه بشويه بعض الشباب بيجي له شغلانه في القطاع الخاص مبلغ كبير لكن بيفكر انه يروح الحكومه، مع ان لو احنا شفنا كل التجارب ما حدش عمل ثروه من الحكومه الا لو كانت ثروه غير شرعيه، انما اللي عمل ثروات واللي عمل طفرات في حياتهم دايما من القطاع الخاص، اجتهد وعمل شركه لنفسه، كانت الاول محل صغير بقى شركه، عمل مطعم صغير بقى مجموعه مطاعم، دول اللي حققوا ثروات. مظبوط. الحكومه هتفضل طول عمرك موظف، هتبقى موظف كبير في الاخر، حتى لو بيتك وزير انت برضه مش هتحقق الثروه اللي هي او تحقق الطفره في دخلك المادي. تمام. أنا بشكرك يا أستاذ هاني وبحييك، وطبعا بنحيي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تبني هذا الفكر البناء. شكرا مرة أخرى أستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. تعالوا نقول بقى خبر تاني، يعني الحقيقة في نفس السياق، استجابة لمطالب رواد ومتابعي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيسبوك، الحكومة بتعلن على صفحتها الرسمية عن مزيد من أرقام الهواتف، هواتف أبرز الوزارات والقطاعات الخدمية بالدولة، في إطار حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع السادة المواطنين واستجابة منها لمطالب رواد ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك والمتعلقة بنشر المزيد من الأرقام الهاتفية والخطوط الساخنة لأبرز الوزارات والقطاعات الخدمية، وذلك حتى يستطيع المواطنون التواصل مع تلك الوزارات للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات المختلفة الخاصة بهم، وبناء على ذلك طبعا تم إضافة المزيد من الأرقام زي ما شفنا قدام حضراتكم على الشاشة. طيب احنا لسه بنتكلم على موضوع قصص النجاح والفكر المختلف، وخلينا نشوف دلوقتي يعني الحقيقة في إطار حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على نشر قصص نجاحات تبث الحقيقة روح الأمل والتفاؤل بين المواطنين وخصوصا الشباب وتشجعهم على التقدم والبناء والتطلع إلى مستقبل أفضل لمصر، تولى الحقيقة المركز الإعلامي نشر سلسلة النجاحات والمجهودات دي، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لازم يكون في حركة بتقوم بها القطاعات المختلفة بالدولة علشان تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين. الكل حكومة ووزارات وقطاعات دولة ما بيتأخروش أبدا على توفير كافة السبل والاحتياجات لحياة كريمة تلقى بحال المواطن المصري. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. قصص نجاح من أصعب بداية لأنجح نهاية. مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد. احنا في مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد، المدرسة تعينت فيها سنة 17-18 يعني السنة اللي فاتت، وكانت عبارة عن رمل أصفر
بواقي التعمير، لان المبنى ده مبني من جديد. اتهديت لفكره ان انا اعمل مدرسه صديقه للبيئه. حوالي 1000 كاوتش استخدمتهم، عملت لهم ريسايكل، عملت بهم اشكال جماليه، عملت بيهم قوامص البوصله، عملت بيهم ساعات، عملت بيهم اشكال جماليه، عملت بيهم ريسبشن لمدخل المدرسه، عملت بيهم العاب رياضيه، عملت ترامبولين، زحليقه، نطاطه، حاجات للاولاد. عملت اول فصل جوه الحديقه على مستوى مصر حاليا كارت روم، الاولاد هم قاعدين جوه الفصل، يبقى قاعدين في الخضره في الحديقه. انا بصراحه شايف ان المدرسه دي حلوه قوي، وبحب حتى الرف من تحت احسن من تبقى فوق، لان الرف بيبقى كده وسلكه، لكن انا الجو بصراحه حلو قوي، وانا برضه بحب المدرسه. كمان انا هو فصل الحديقه جميل، وفي زهور جميل حلوه، انا بحبها. انا بحب فصل الحديقه، ولما بطلع برضه فصل بعرف ارسم، بس ما بعرفش ارسم بيبقى مختلف بس شويه عن فصل الحديقه. النواتج بتاعه الموضوع اثرت تاثير كبير قوي، ان اصبحت المدرسه مدرسه جذب للطلبه، الناس بدت ايديها لينا، وزاره الزراعه مدتني باشجار مثمره، جهات اخرى مدتنا، لكن في متابعات برضو من المديريه، السيد وزير محافظ بورسعيد جالي زارني واثنى كتير، وقال ان دي مدرسه اصبحت يعني تماثل المدارس الدوليه. ممكن ان تفعل شيء اذا حبينا البلد، ودي يمكن كلمه السر اللي ممكن اقولها لاي حد في البلد، حبوا البلد هتلاقوا حاجات كتير قوي ممكن تحصل، وحاجات تفرحكم، وحاجات ممكن ناخدها كمثال تساعدنا في الانطلاقه لمصر جديدة إن شاء الله. القصة دي وغيرها من القصص بتثبت لنا مقولة واحدة بس، اللي عاوز حاجة بيقدر يعملها، واللي فعلا زي ما تقال كده في الفيديو، اللي بيحب مكانه، بيحب بلده، وقلبه على مصلحة بلده، هيقدر يعمل أي حاجة. يعني مفيش عقبة هتقف قدامه إن هو يقدر ينفذ اللي هو عايزه، بس ينفذها بضمير وينفذها بحب. طيب تعالوا اقول لكم بقى خبر تاني، ويمكن احنا الخبر ده هنتكلم عنه بالتفاصيل في فقرتنا بعد فقرتنا الاخباريه. الحكومه بتكشف عن مفاجاه ساره للملايين من اصحاب المعاشات بمختلف المحافظات. قام دكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين البنك وبين شركه ذهب للخدمات الالكترونيه، وذلك بحضور اشرف صبري العضو المنتدب لشركه فوري ذهب، وهو الامر الحقيقه الذي يسمح للمواطنين من أصحاب المعاشات والمرتبات بالحصول عليها من خلال منافذ شركة فوري والموجودة في أماكن كتير في مختلف محافظات الجمهورية. كما أوضح أيضا دكتور شريف فاروق في حديثه حول هذه الخدمة أن هذه الخدمة الجديدة بتوفر الكثير من الوقت والعبء على أصحاب المعاشات والمرتبات وكافة عملاء البنك من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات وطرق الصرف، حيث أن شركة فوري بتعمل في مجال تزويد الشركات والهيئات بحلول اقتصادية الايداع الالكتروني للفواتير والتحصيل الالكتروني ايضا للمدفوعات والشحن وصرف وايداع الاموال. وزي ما قلت لحضراتكم احنا ان شاء الله في فقرتنا بعد فقرتنا الاخباريه هنتكلم بالتفاصيل في الموضوع ده تحديدا. منها الى خبر اخر، والانتاج الحربي، تفتتح خط انتاج العدادات الذكيه ومسبوقه الدفع. افتتح وزير الدوله للانتاج الحربي دكتور محمد سعيد العصار وزير الكهرباء والطاقه المتجدده دكتور محمد شاكر امس الاربعاء خط انتاج عدادات الكهرباء الذكيه ومسبوقه الدفع، وخط انتاج عدادات المياه مسبوقه الدفع بشركه المعصره للصناعات الهندسيه. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، في أيضا إطار خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي في الشركات التابعة، وتنفيذا لرؤية الوزارة في تعميق تصنيع المنتج المحلي لمكونات المنتجات بما يحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة. منها إلى القوة العاملة وقبول طلبات الدفعة السادسة لراغبي التدريب على الخدمات البترولية.
تبدأ وزارة القوى العاملة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلامبرجر على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول وحفر الأبار وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الأبار. أوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان إن التدريب ده بيتم مجانا لمدة 4 شهور، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه كل شهر أثناء التدريب يعني أو طول فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين عشان الناس اللي بتسأل من خارج المحافظات، محافظات القاهرة الكبرى. كما أشار سعفان أيضا إلى أنه بيشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريج المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاثة أو الخمس سنين والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع طبعا انه يكون ملم باللغة الانجليزية، ما يتجاوزش سنه 30 سنة في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب. ده كان بالنسبة لراغبي التدريب على الخدمات البترولية. طيب عندنا خبر تاني برضو خاص بالمشروعات الصغيرة، والحقيقة جهاز المشروعات الصغيرة بيعلن عن مسابقة اسمها مفتاح مشروعك، مسابقة لدعم الشباب، ده اللي أعلن عنه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أعلنوا الحقيقة عن تفاصيل مسابقة مفتاح مشروعك اللي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبيسعى جهاز تنمية المشروعات لدعم أفضل الأفكار المتقدمة من الشباب، وبيتبنى 3 مشروعات في كل محافظة من محافظات مصر بإجمالي 81 مشروع على مستوى الجمهورية، على أن يحتضن الجهاز هذا المشروع أو هذه المشروعات ويدعمها بحد أقصى 100,000 جنيه مصري وبيضمن نجاح المشروع. وبتقدم الوزارة كمان، وزارة الشباب والرياضة، مقررات لتلك المشروعات. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. مسابقة مفتاح مشروعك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. تمويل بقيمة 100,000 جنيه من الجهاز ومقر للمشروع مقدم من وزارة الشباب والرياضة. قدم فكرة مشروع واستفيد بالمميزات الإضافية اللي بيقدمها الجهاز. 81 مشروع، 3 مشروعات في كل محافظة هيكسبوا المسابقة. فكر وقدم، مستقبلك محتاج فكرة. لمعرفة تفاصيل المسابقة والتقديم اتصل بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733 أو على موقع جهاز تنمية المشروعات www.msmeda.org.eg أو موقع وزارة الشباب والرياضة www.youth.gov.eg أو فروع جهاز تنمية المشروعات في جميع المحافظات. مستقبلك محتاج فكرة. عموما احنا بكرة ان شاء الله هيكون معنا دكتور محمد عبد الملك رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز المشروعات، هنتكلم بتفاصيل اكتر عن هذه المبادرة، وهنتكلم اكتر كمان على يعني طرق تبني الوزارة للمشروعات او تبني الدولة بالكامل لهذه المشروعات، وازاي اكبر عدد من المواطنين وخصوصا الشباب يقدروا يستفيدوا منها. تعالوا نروح لوزير الشباب، ووزير الشباب وافق على تنفيذ مشروع أندية البحث عن وظيفة في 5 محافظات. تفاصيل هذا الخبر بتقول: وافق دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنفيذ مشروع أندية البحث عن وظيفة بمراكز الشباب للعام المالي 2018-2019 ب5 محافظات جديدة بتشمل إنا والإسماعيلية واسكندرية ومطروح والدقهلية، فضلا عن استكمال تنفيذ 70 نادي من أندية البحث عن وظيفة بالمحافظات التي سبق بدء التنفيذ بها خلال العام الماضي، وذلك في ضوء استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية شريكا بالمشروع والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من الشباب للتدريب والتأهيل للحصول على فرص عمل لائقة. بيهدف مشروع أندية البحث عن وظيفة بمراكز الشباب
بامداد الشباب بالمهارات اللازمه يعني تدريبهم اللي بتساهم في الحصول على فرص عمل حقيقيه ومن ثم القضاء على مشكله البطاله، وكمان الدعم الفكري الايجابي للشباب وتحفيزهم على استغلال تلك المهارات للحصول على فرص عمل متميزه وتليق بهم، حيث يتلقى المشاركين دورات تدريبيه وماده علميه يعني مضافه ليها حول كيفيه كتابه السيره الذاتيه للسي في، اجتياز المقابلات الانترفيوهات الرسميه، التشبيك مع الشركات، وكيفيه البحث عن مصادر الوظائف من خلال يعني انديه البحث عن وظيفه بمحافظات مختلف محافظات الجمهوريه. طيب تعالوا نروح منها سريعا الى وزاره الماليه وماكينات متطوره لاستخراج تذاكر المترو للجمهور بالمحطات الرئيسيه. قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق بالتواصل مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لتوريد ماكينات لاستخراج تذاكر المترو للجمهور بمحطات المترو الرئيسية في سابقة جديدة من نوعها على غرار الماكينات ذات التكنولوجيات المتطورة والمستخدمة في دول العالم المتقدمة. كما تسمح هذه الماكينات أيضا برد باقي المبلغ اللي هو الفكة يعني الباقية من المبلغ للمواطنين في حال إدخال مبلغ أكبر من قيمة التذكرة. طيب منها إلى القومية للأنفاق وتصريح بدء إنشاء قطار السلام العاصمة الإدارية خلال شهرين. أعلن المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق بدء الأعمال الإنشائية للقطار المكهرب السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة الممتد بطول 67.8 كيلومتر وبيشمل 11 محطة خلال شهرين من الآن بتكلفة إجمالية 1.4 مليون دولار، مشير إلى أن شركة أفيك الصينية بتنفذ مشروع هذا القطار قطار الكهرباء، وأعمال نظم الاتصالات ونظم كهرباء الإشارات ونظم التحكم المركزي طبعا تفاديا لأي أعطال وأي نوع من أنواع الحوادث. أشار أبو الوفا أيضا في تصريحات صحفية أن شركة أفيك الصينية هتعمل على توريد وتصنيع 20 قطار بتكلفة قدرها 739 مليون دولار، ومخطط توفيرها من خلال قرض صيني ميسر مقدم من بنك أكزم الصيني، ووضح أن في 5 شركات مصرية هتشتغل على تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وتركيب السكة وتركيب القضبان بتكلفة إجمالية 500 مليون دولار. طيب اقول لكم بقى كمان ان القطر ده قطار الكهرباء هيضم المحطات بتاعته السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة، وهيربط طريق الرئيسي القاهرة الإسماعيلية بكل المدن السلام العبور والمستقبل والشروق وبدر والروبيكي، وهيتفرق حتى العاشر من رمضان، وفي تفريعة تانية للعاصمة الإدارية الجديدة ومدة وكمان ممدود لحد القطامية الجديدة، وبيخدم مناطق شرق القاهرة وبيربط مدينة السلام بداية من المحطة التبادلية خط المترو الثالث وعدلي منصور ومدينة العبور والشروق وبدر والروبيكي والمنطقة الصناعية والسكنية بالعاشر من رمضان، وكمان العاصمة الإدارية الجديدة. مشروع ضخم طبعا، ويعني الحقيقة مشروع ضخم وخدمي أيضا مشروع كبير جدا. طيب تعالوا بقى نشوف سكة الحديد، وسكة الحديد بتشغل قطارين لنقل مشجعين لبرج العرب لحضور نهائي أبطال إفريقيا. ده اللي أعلنه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس، علشان ينقلوا مشجعي كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائي بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر أن تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي غدا الجمعة. من جانبه أكد أيضا رئيس هيئة سكك الحديد أنه تقرر تشغيل قطار في رحلة الذهاب من القاهرة وقطار في رحلة العودة من اسكندرية، مضيف إلى أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:45 الصبح، وهيقف في محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بيه ومحطة 25 يناير وبرج العرب الجديدة. قطار العودة هيتحرك من اسكندرية الساعة 11:30 بالليل بعد انتهاء المباراة إن شاء الله. ده كان بالنسبة لنقل المشجعين إن شاء الله بكرة.
طيب نروح بقى منها لنشاط الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على شخصين انتحلوا صفة مسؤولين بجهات سيادية. ضبط شخصين لانتحالهما صفة مسؤولين بجهات سيادية بالدولة والنصب على المواطنين طبعا بهذه الصفة مدعين قدرتهم على تخصيص أراضي ليهم بالمخالفة للقانون. دي طريقة نصب كده جديدة يعني. أسفرت تحريات الهيئة عن انتحال خه ميم بدون عمل عاطل صفة مسؤول كبير بأحد الجهات السيادية واصطناعه بالاشتراك مع جيم ح مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات مزورة يعني، ومنها وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة وهيئة الرقابة الإدارية. كل دي مستندات كانت مزورة واصطناع أختام كمان مزورة بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وادعاء قدرتهم على تخصيص أراضي للعديد من المواطنين بمشروع 70,000 فدان في مدينة السادات مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك. تم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما توصلت إليه تحريات الهيئة، وأمرت النيابة بضبط وتفتيش المتهمين مما أسفر عن ضبط العديد من المستندات المصطنعة والمزورة بأختام منسوبة لتلك الجهات وتورط آخرين في الجريمة جاري ضبطهم. هذا وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالسادة المواطنين اتباع القنوات الشرعية للاستثمار والمعلنة من قبل الدولة وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال حفاظا على استثماراتهم ومصالح الدولة، حيث أننا جميعا شركاء في حماية مصالح هذا الوطن. نروح بقى لوزارة التموين، وكمان في ضبطية لوزارة التموين أسمدة مدعمة ضبطتها وزارة التموين قبل ما تتباع في السوق السوداء. مديرية التموين في المنيا امبارح الأربع ضبطت أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء في مركز مغاغة. وقال الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة إن المديرية شنت حملة مكبرة بمركز مغاغة لمتابعة الحالة التموينية. أسفرت الحملة دي عن تحرير محضر جنحة ضد زين ألف حا مدير الجمعية الزراعية بناحية جزيرة الشارونة بمغاغة، وذلك لتجميع 45 شكارة سماد 50 كيلو من السماد المدعم التابع لبنك التنمية الزراعية ومحظور تداوله في الأسواق بغرض أنه هو كان هيبيعه أو يعني هيسهل بيعه في السوق السوداء. تم ضبط كمان 23 كيس مبيدات زراعية وزن 1 كيلو لعلاج الخضار والفاكهة منتهية الصلاحية. كمان تحرر محضر جنحة بمركز مغاغة ضد ميم نون ره مندوب توزيع إحدى شركات السجاير وذلك لحيازته وعرضه 997 قروصة سجاير ومعسل مجهودة المصدر كان برضو بيبيعها يعني. وأكد وكيل الوزارة أيضا مواصلة إدارة الرقابة التموينية والإدارات الفرعية حملتها وتكثيف مجهوداتها في هذه الأيام لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم، وذلك من خلال غرفة العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات الفرعية. طيب تعالوا نشوف دلوقتي يعني جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمان ومتناهية الصغر بيوفروا فرص عمل الحقيقة في كل محافظات مصر، والفيديو اللي احنا هنشوفه ده تحديدا في مشروعات برج العرب في اسكندرية. نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. هذه هي الحاجة صباح، أم لثلاثة أبناء تعيش في مدينة برج العرب الجديدة وتعمل في مصنع العبوات البلاستيكية، وبهذه الابتسامة تبدأ يومها في العمل. بعمل برطمان كريم لشركة أدوات تجميل، براجع عليه من على المكنة عشان لو في عيوب ولا في أي حاجة بقول للمشرف، والمشرف بيجي يظبط لي المكنة. طبعا النفر اللي بيشتغل واللي عايز ياكل عيش بيتعلم الحاجة بسرعة يعني، طب بلاحظ الحاجة وبيتعلمها بسرعة، وهنا الشغل الحمد لله مرتاحين فيه وكويس الحمد لله. 22 عاملا من العمالة المنتظمة ونحو 20 آخرين عمالة غير منتظمة يقدمون مهارات دقيقة في العمل من أجل تحويل حبيبات البلاستيك إلى عبوات بلاستيكية متعددة الاستخدامات ومختلفة الأشكال
الشكل والألوان. بناخد أوردرات من الإدارة بالتشغيل، فبناخد على حسب كل منتج بيجي لنا. في عندي اسطمبات بريفورم واسطمبات حقن جارات. البريفورم طبعا كل على حسب كل عبوة بتطلب مني، فبركب البريفورم المناسب ليها وبحطه على المكنة. ببدأ بعملية مرحلة حقن بي تي في الأول، وبعدين بخش بيه على مرحلة البلونج. ماكينات النفخ بيتنفخ على حسب القالب اللي احنا مطلوب منه للشركة اللي احنا هنصدر لها الشغل، او سواء كان في مرحلة البوليبروبلين بنركب الجارات او العطيان على حسب المولد او حسب الحجم العبوة اللي هي المطلوب منها، فبدنا نحطها على المكنة وبتتم عملية الفرز عن طريق الجودة ومشرفين الانتاج. فبتخش بعد كده في بتتجهز وبتخش عن بتتشحن على الشركة على طول. بدأ هذا المصنع بماكينتين اثنتين عام 1998، تم بيعهما واقترضت صاحبة المصنع 185 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشأت بها هذا المصنع في مساحة صغيرة لكنها كبيرة الإمكانيات. جهاز تنمية المشروعات احنا بدأنا معاه من سنة 2000 اول لما فتحنا المصنع، وكنا اخدنا منه مبلغ صغير في الاول وبدأنا بيه بمكنة حقن، وبعد كده تطورنا احنا ودخلنا مع جهاز تنمية المشروعات من 2010، ومن هنا دخل معانا بدعم كبير جدا ومولنا بالمكن، وطبعا والمعارض والتدريبات طبعا وكل الخدمات اللي بيقدمها جهاز التنمية. طبعا احنا دايما بنطمع في الاكتر يعني، وبنطمع ان هو يدعمنا اكتر من كده خصوصا في مجالات التدريب والمعارض. فرصة عمل كريمة يوفرها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحاجة صباح وغيرها ممن يرغبون في كسب لقمة عيش حلال. احنا معانا للتعليق على هذا التقرير استاذ سيد نصار، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفرع برج العرب بالإسكندرية. استاذ سيد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب احنا عايزين يا فندم نعرف تفاصيل اكتر عن الخدمات اللي بيقدمها الجهاز لأهالي الإسكندرية والشروط وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيشرفني ان انا اكون متواصل معاكم دايما من خلال تمثيلي لمكتب جهاز تنمية المشروعات بفرع برج العرب. طبعا جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. ده كان بناء على قرار السيد رئيس الوزراء رقم 947 لسنة 2017. ايوه. ان هو بيحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا، بس زاد الدور بتاعه ان هو بيعمل تشبيك بين الجهات الحكومية والتواصل والتنسيق بين الجهات الداعمة لقطاع مهم جدا بيمثل 80% تقريبا من حجم الاقتصاد في مصر، اللي هو حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. جهاز في برج العرب انشئ في 10/2010، قام بضخ ما يزيد عن 107 مليون جنيه ل 623 مشروع، وفر 4000 فرصة عمل تقريبا. بالإضافة أن جهاز تنمية المشروعات بيضخ مبالغ كبيرة جدا فيما يخص ريادة الأعمال والتدريب. جهاز في الفترة دي العشر سنوات أو ثمان سنوات اللي فاتوا دول تحديدا يعني قام بتدريب 1332 شاب من شباب على كيفية إدارة المشروع من خلال تعاقدات مع جمعية مستثمر برج العرب أو من خلال الخدمات والدعم الفني بيقدمه جهاز تنمية المشروعات، وهو ريادة الأعمال. في عندنا نوعين من التدريب. التدريب الأول بعلم الشاب إزاي يفكر في مشروعه، إزاي يولد فكرة مشروعه، وده مدة يومين اتنين. التدريب الثاني وعملناه بالفعل من شهر بالظبط يوم 14، دربنا 32 شاب من شباب برج العرب على كيفية إعداد خطة عمل مشروع، إزاي يسوق المشروع، إزاي يعمل الدراسة المالية، التدفقات النقدية، إزاي يتعامل مع البنوك والجهات الوسيطة أو الجهاز تنمية المشروع. تمام. باختصار شديد جدا الفترة دي اللي قدمناها في برج العرب، بالإضافة إن احنا لنا دور محوري وأساسي جدا في تشبيك بين الصناعات الموجودة في برج العرب. كويس. احنا مولنا 623 مشروع، منهم 50% مشروعات صناعية
المشروعات الصناعيه دي بنحاول نعمل تكامل بين الصناعات وبعض لاظهار وتنميه حاجه مهمه جدا اللي هي تشبيك بين الصناعات وبعضها لرعايه الصناعات المغذيه. حد بيصنع بلاستيك، حد بيصنع تدوير مكونات بيحتاج لصناعات بالظبط بالظبط، بنعمل تشبيك بين الصناعات. دورنا بيركز في الاساس على ان احنا بنقدم حزمه كامله من الخدمات الماليه وهي متعارف عليها من خلال سواء بنتعامل مباشره مع الجهاز وده افراد مباشر او من خلال الجهات الوسيطه زي البنوك او من خلال الجمعيات الاهليه اللي احنا بنتعاقد معها فيما يخص الافراد المتناهي الصغر. طيب يعني حضراتكم دلوقتي مش يعني المشروع لما بيبقى قائم ومحتاج تمويل بتمولوه او بتساعدوا ان الشاب او شاب واحد يا فندم، ولا ممكن مجموعه يتقدموا مثلا بفكره؟ او يعني انا عايز اعرف لو في ناس ما عندهاش يعني المشروع مش قائم مش موجود اصلا، هم عايزين ينشئوا مشروع. هو يكفينا فخرا في جهاز تنمية مشروعات، ودايما بنقول الكلام ده، ان احنا اوجدنا قاعده من المشروعات الجديده، لان معظم الجهات البنوك بتحب دايما تتعامل مع المشروعات القائمه وليس الجديده. فكان لنا ان احنا نتحمل مسؤوليه في ان احنا ننشئ المشروعات الجديده من بدايتها، وبالتالي احنا بنمول المشروعات الجديده والمشروعات القائمه في حاله التوسعات. تمام. ودي من ضمن احد الحاجات اللي احنا بنقدمها، يمكن مشروع البلاستيك لمدام ماجده ترا بلس دي كانت قايمه معانا من الصفر خالص، وبدانا نتوسع معاها وهي حاصله دلوقتي على التزام 1.5 مليون، بالاضافه ان احنا بنعمل لها تشبيك من صناعات اخرى في محافظات اخرى من خلال قاعده البيانات لجهاز تنميه المشروعات، بالاضافه ان احنا بنرشحها في معارض بالفتره القادمه ان شاء الله. داخلين على محاور كتير جدا فيما يخص الخدمات الغير ماليه ورياده الاعمال. تمام، انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. الاستاذ سيد نصار مدير فرع جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ورياده الاعمال فرع برج العرب بالاسكندريه. طيب احنا كان عندنا الحقيقه كان وصلت لنا شكوى من احد المشاهدين على البريد، الشكوى دي كانت جايه لنا يمكن كانت جايه لنا على صفحه البرنامج. مشكلة من بورسعيد للمواطن عاصم البدري، أستاذ عاصم متضرر من عدم الحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، في عنده مشكلة وتقدم بكذا شكوى للسادة المسؤولين بس يعني ما كانش فيه تواصل قوي. طب أنا معايا الأستاذ عاصم. طيب مش معانا. طيب أستاذ عاصم يحاول لو سمحتوا، بس احنا بنحاول معانا. طيب أستاذ عاصم ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عاصم احنا بس حضرتك بعت لنا على صفحة البرنامج شكوى، وأنا عايز أعرف بس يعني تفاصيل الشكوى دي. حضرتك مكتوب إنك مش كنت متقدم للحصول على وحدة سكنية وحصل مشكلة، المشكلة إيه بالظبط؟ المشكلة يا فندم إن أنا كان تم النصب عليا مشروع إسكان زمزم سنة 2006. 2006 ودفعت مقدم 10,000 جنيه. وراح عليا يا فندم، قدمت المستندات موثقه للمحافظه وللاسف تم التجاهل، فاضطريت ان انا اقيم دعوه امام مجلس الدوله وحصلت على حكم قضائي بتاريخ 19/12/2017 وبقى حقيقه اسكان اجتماعي، ومن 19/1 حتى الآن لم أحصل على أحقية بالمحافظة وتم تجاهلنا تماما، واضطريت يا فندم إن أنا أقدم إنذارات للمحافظة للسيد المحافظ والسيدة مدير إدارة التسكين والسيد رئيس لجنة التظلمات، وللأسف يا فندم حتى الآن لم يتم أي شيء. وأنا يا فندم وصلت النهارده 60 سنة، يعني رغم احنا اسره ضحيه فساد اسره ضحيه فساد بالمحافظه. وظلمنا وقدمنا تظلمات والتماسات وتم تجاهلنا، وبعتنا لكل المسؤولين يا فندم، ومن فضل حضراتكم يا فندم القضاء وسياده القانون لماذا لم يتم تحقيق الأحقية يا فندم؟ تمام. وأنا النهارده بقالي 12 سنة أنا من 2006. طيب. يا فندم ومتبهدلين.
فمن فضل حضراتكم انا بناشد بعد اذن معاليك يا فندم، انا بناشد كبير العائله المصريه ورئيس دوله 30/6 و3/7 من فضل سيادتكم يا فندم، نحن اسره ضحيه فساد على مدار 12 سنه ديوان محافظه بورسعيد، ونملك المستندات المزوره والموثقه زائد حكم القضاء. من فضل حضرتك يا فندم، من فضل حضرتك تحقيق مطلبنا بعد اذن حضراتكم. احنا في الشارع دلوقتي، انا راجل مريض، انا عندي 60 سنه وعندي 3 ابناء وزوجتي هي اللي قايمه على مصاريف الاسره، فما ينفعش يا فندم، ما ينفعش يعني. من فضلكم تمام سيادة القانون. طيب. والقانون يا فندم يعني الشكوى طبعا يا استاذ عاصم بتاعت حضرتك يعني وصلت، واحنا هنحاول يعني في اسرع وقت ممكن نوصل حضرتك بالسادة المسؤولين، وشكرا لثقة حضرتك فينا، ان شاء الله نحاول نحل المشكلة دي خلال الايام القليلة المقبلة دي. هنا الاستاذ عاصم عنده مشكلة من سنة 2006 وهنحاول ان شاء الله على قد ما نقدر ان احنا نحل المشكلة دي باسرع ما يمكن. شكرا لك يا استاذ عاصم، ومرة تانية بشكرك على ثقتك فينا. من الأخبار الحقيقة المؤسفة، امبارح مساء أعلن السيد المحامي عاصم أنديل وفاة شقيقه الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي أنديل عن عمر يناهز 82 سنة، وأضاف أيضا أن الجنازة ستشيع من مسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر اليوم. اشتهر طبعا الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي أنديل بتقديم البرامج السياسية الجريئة، وكان ليه طابع خاص جدا من بينها طبعا رئيس التحرير وقلم رصاص وغيرها. أستاذ حمدي أنديل تاريخ إعلامي كبير لن ينسى أبدا، رحمه الله وتغمده بكامل رحمته. طيب تعالوا نروح لموضوع تاني. احنا طبعا الناس كلها تابعت على الفيسبوك موضوع المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي. احنا الحقيقة ناس كتير يعني اتدخلت بشكل غريب جدا في الموضوع ده، وكان التدخل وصل لدرجة التدخل فيه حاجات شخصية وتطفل بشكل كبير. عامة رشاد قال في تويتة ان الاحترام فوق الحب، والمتابعين كانوا طبعا يعني اشادوا بالكلام اللي قاله علشان منعا للشائعات. فنان محمد رشاد نشر عبر حسابه على تويتر زي ما احنا شايفين تغريدة جديدة ليه عبر هذا الحساب: الاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة، فوق القرابة، فوق الحب أيضا. والحقيقة على ضوء هذه التغريدة اعتبر جمهور محمد رشاد أن الكلمات دي بتصف أزمته الأخيرة وإلغاء حفل زفافه على الإعلامية مي حلمي قبل بدء الزفاف بساعتين فقط. من الأخبار اللي ضايقت ناس كتير جدا وكانت يعني مؤسفة جدا، قرر محمد رشاد إلغاء حفل الزفاف لمشكلة بينه وبين العروسة ما قدروش ان هم يتجاوزوها، وأيد ناس كتير جدا طريقة يعني الموقف ده، وفي ناس بقى قالت لا، وفي ناس قالت اه، وفي ناس زي ما قلت لكم كده تناولوا الموضوع بشكل فيه تدخل وتطفل. احنا لا يسعنا غير ان نقول يعني الصالح العام للاثنين، وكل حاجة طبعا نصيب، وربنا يوفق كل واحد في حياته العملية والشخصية في الفترة اللي جاية. وان شاء الله يعني ناس كتير كانت بتقول ان المشكلة ممكن تتحل او ما تتحلش، بس عموما احنا بنتمنى التوفيق والنجاح سواء لمحمد رشاد او لزميلتنا مي حلمي. طيب في حاجة كمان كانت منتشرة على الفيسبوك اسمها فتاة ناسا. فتاة ناسا دي كذبة جديدة كده على السوشيال ميديا. هي بنوتة سارة ابو الخير قالت عبر حسابها على الانستجرام، هي كانت بتعمل لعبة كده. ايه اللعبة دي؟ هي سارة بتبين من خلالها انها اي حاجة ممكن اقنعكم بيها على السوشيال ميديا، وان السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام مادة خصبة جدا وارض خصبة جدا لتداول الشائعات والكلام الفاضي. لان هي عرضت وكالة، هي قالت كده يعني
على حسابها على الانستجرام ان وكاله الفضاء الامريكيه ناسا عرض فكره مجنونه عشان تحط لحمه وفراخ اسفل الصواريخ علشان تعمل حفل باربيكيو كبير بشكل موسع. طبعا ده كلام فاضي يعني يا ساره قالت الكلام ده وفي ناس كتير راحت مشيراه من غير ما تتاكد. فساره اثبتت بالموضوع ده ان اي حد ممكن يقول اي حاجه واي حد ممكن يصدقها. على فكره ساره ما قالتش كده بس، هي قالت ان الفكره دي حلوه قوي وقالت ان وكاله ناسا عزموها عشان تحضر العشاء وان هي مع الفريق يعني ومناقشه الفكره، وارفقت صوره سكرين شوت من رسائلها مع ناسا. على فكره دي كده زي ما احنا شايفين طبعا برضو كل ده اي كلام، ناس كتير جدا بقى صدقوها واقتنعوا بالكلام وقعدوا يعني يتفاعلوا بقى مع الفكره، وكل واحد قال لا نعمل كذا ومش نعمل كذا وبعت لنا، وشركات بقى بيقدموا عروض. هي قالت ان في شركات كتير قدمت، سبيس اكس وباس فيد ونتفليكس وحاجات كتير، شركات كبيره كتيره جدا. بعد كده ساره قالت ان الكلام ده ما حصلش، وان انا بقول لكم كده عشان تصدقوا ان فعلا الستوريز او الحاجات اللي بتنتشر على الفيسبوك لازم ان احنا نتاكد منها. الناس بقى بعد كده بعد ما ساره قالت الحقيقه اتقسموا نصين برضو، كل واحد فيهم بيقول لا ساره عايزه تبقى مشهوره، وفي ناس تانية بتقول لا هي عملتها بطريقه فعلا احرجت ناس كتيره جدا انها بتصدق يعني اي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا. عموما الناس كلها كانت بتتكلم في موضوع ساره ابو الخير وموضوع حفله الباربيكيو، بس يعني احنا حتى مهما صدقنا مش معقوله هنصدق ان في حفله باربيكيو تحت الصواريخ في وكاله ناسا، يعني دي حاجه مش ممكن حد يقتنع بيها يعني. عامه برضو تاني بنتكلم واحنا بنتكلم على السوشيال ميديا يا جماعه، مش اي حد يصدق اي حاجه لو سمحتوا نتاكد من المصادر. بهذا الخبر الطريف خلصت فقرتنا الإخبارية، وتعالوا بقى نشوف تقرير قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية. وزير الموارد المائية والري والسفير الرواندي بالقاهرة ومحافظة الجيزة بيشهدوا الحقيقة تجربة أولى لزراعة أشجار بامبو على ضفاف المجاري المائية بالبدرشين، وبتؤدي زراعة جسور المجاري المائية إلى العديد من أوجه الاستفادة المتمثلة في حمايتها من التعديات وتثبيت القطاعات المائية وتنقية المية وتغذية البيئة بغاز الأكسجين الناتج عن هذه الأشجار وتنقيتها من نسبة كبيرة جدا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن العائد الاقتصادي طبعا الناتج من خشب البامبو. نشاهد. في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من كل وحدة مياه في تحقيق التنمية الشاملة، أطلقت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع السفارة الرواندية بالقاهرة مشروع زراعة 201 شجرة من أشجار البامبو رئيسي وطبيعي لتلوث البيئة كتجربة أولى بمنطقة قرية العزيزية بالبدرشين بمحافظة الجيزة. هو في حاجات كتيرة قوي لتنقية البيئة مش شجر البامبو بس، في حاجات تانية احنا دي حاجة تجريبية بنشوف نتيجتها ايه، لو ثبت جدواها باذن الله هتعمم على اماكن كتيرة. بس انا برضو احب انوه ان هم في رواندا برضو بيعملوا يوم كل شهر لعمل تطوعي او عمل تنظيف، احنا العادة دي ان شاء الله احنا هننقلها في وزارة الموارد المائية والري، بحيث ان يبقى في كل شهر ان شاء الله يبقى في حاجة تطوعية في احد الاماكن في مصر كلها، بحيث يبقى في نشر توعية بترشيد المية واستخدامات المية والمحافظة على المجاري المائية من تلوث. المضي قدما نحو تحسين نوعية المياه وتنقيتها والحفاظ عليها وترشيد استخداماتها وخلق بيئة خضراء، تجربة نجحت في دولة رواندا الإفريقية، ما دعا السفير الرواندي بالقاهرة لنقل التجربة إلى مصر. أصلا البامبو ينظف البيئة، أصلا البامبو ينظف الماء، ثانيا البامبو يعطيك الجمال، لأن البامبو يعطيك أكثر من شجرة، ولكن أكثر من هذا هو أنا نريد نزرع الأشجار لزيادة الأمطار، إذا زاد المطر يعني زاد الماء في النيل، لذلك حملتنا حملة مستمرة إن شاء الله سوف لن تتوقف إن شاء الله. النهارده زرعنا حوالي 201 شجرة، ده الأساسي وده نموذج تجريبي عشان يتعامل بعد كده على شبكة المصارف المصرية، طولها 17,000 كيلو، هتاخد ملايين الأشجار. البامبو دوره إن هو بينقي المياه، بيساهم في تنقية المياه الصرف من العناصر الثقيلة الملوثة، وإلى جانب إن له دور اجتماعي واقتصادي، لأن المفروض إن زراعته بتعمل تمتص الكربون من الجو
بتنقي المياه من العناصر الثقيله بتدخل في مجموعه من الصناعات، صناعه الموبيليا وصناعه النسيج وصناعه الورق. بامبو دلوقتي يتميز بانه بيعالج التربه من التلوث، بيعالج الميه من التلوث، الهواء من التلوث، فدي حاجه يعني متوفره في نبات واحد اللي هو البامبو، بيزيل الملوثات في مياه الري اللي احنا بنعيد استخدامها عده مرات، فبالتالي دي اداه مهمه جدا في معالجه المياه سواء في المصارف او في تحسين نوعيه المياه. والشيء الاهم ان هو بيثبت الجسور عشان يوفر عمليه الدبش بالنسبه لنا كري. الشيء الاهم من كده انه بيقلل التبخر من سطحات المياه بسبب الظل بتاع الاشجار. تؤدي زراعة جسور المجاري المائية إلى العديد من أوجه الاستفادة المتمثلة في حمايتها من التعديات وتثبيت القطاعات المائية وتنقية المياه وتغذية البيئة بغاز الأكسجين. سيد موسى، نهاية الأسبوع. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا، ومعاد فقرتنا الرئيسيه الاولى في هذه الحلقه. كنا في الاول يمكن في اول حلقتنا اتكلمنا عن ان الدكتور شريف فاروق نائب اول رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي وقع من يومين بروتوكول تعاون مع الاستاذ اشرف صبري العضو المنتدب لشركه فوري للخدمات الالكترونيه. البروتوكول ده زي ما اشرنا كده بيتم بمقتضاه صرف المعاشات والمرتبات عن طريق منافذ شركه فوري اللي موجوده في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه، علشان يسهل على الساده المواطنين صرف المعاشات او صرف المرتبات. في خدمات تانية كتيره بيقدمها الحقيقه بنك ناصر الاجتماعي، واحنا يعني كل فتره لازم نتكلم على الخدمات دي، لان في خدمات ناس ما بتبقاش عارفاها، وفي خدمات تانية بتبقى مضافة لبنك ناصر الاجتماعي. هنعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ محمود صقر مدير عام إدارة الفروع ببنك ناصر الاجتماعي. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. طيب احنا الأول بس عايزين نتكلم على البروتوكول اللي تم توقيعه من يومين، وبعد كده نتكلم في باقي التفاصيل. تفاصيل البروتوكول ده إيه وبيخدم مين بالظبط يا فندم؟ وقعه الدكتور شريف بيخدم أصحاب المعاشات وأصحاب المرتبات وكافة عملاء البنك. تمام، أي حد عميل في بنك ناصر، أي عميل في بنك ناصر معاه كارت الاي تي ام بيروح بيه لأي منفذ من منافذ الفوري ويصرف بيه. تمام، وبالنسبة لأصحاب المعاشات برضو اللي بياخدوا من بنك ناصر، ما هو اصحاب المعاشات بكافه انواعهم، المعاشات طبعا بيتعامل مع البنك المصري، ممكن حقه اللي هو يروح يسحب من مكنه او منفذ فوري، من منفذ فوري اي منفذ بقى في انحاء الجمهوريه. انحاء الجمهوريه. تمام. طيب دي الحقيقه برضو يعني تسهيل على الساده المواطنين، لان كان في يعني ناس بقى ممكن تكون بتشتكي مثلا من زحمه، بتشتكي من توقيت يقول لك لا تعالى يوم تاني، او يعني ياجله يوم او اتنين كده، بقى هيبقى المعاش في اليوم يعني في نفس يوم النزول يعني. والله هي ختمه بتوفر وقت وعب ومجهود لاصحاب المعاشات والمرتبات، ان برضه المرتب كان ممكن يبقى عايز يستاذن من شغله او 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 فكده بالمنظر دوت. انا بقول له في اي مكان هتلاقي فيه فوري منفذ اسحب منه، وفي اي وقت بقى يعني مش مضطر ان هو يسيب شغله او يعملوا تكدس بقى وكده. فدي بتبقى ميزه كويسه الحمد لله، هتريح ناس كتير جدا 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 من انها تيجي البنك اساسا. طيب خلينا كده يعني نتكلم عن باقي الخدمات اللي بيقدمها بنك ناصر، نقسم كده يا فندم. يعني اذا اتكلمنا في البدايه عن اصحاب المعاشات، في خدمات ايه تانية ممكن بنك ناصر يكون بيقدمها لاصحاب المعاشات؟ هو بنك ناصر بايجاز شديد جدا بنك اجتماعي مصرفي اسلامي. اجتماعي بيقدم خدمات اجتماعيه وانشطه اجتماعيه مختلفه. قروض حسنه بدون اي فوائد. في حالات الملحه اللي هي المساعدات دي موجوده. في مشروع عندنا مشروع مسطوع. تمام. تمام. في مشروع اهالينا برضه ده كان برضه شغالين، في مشروع الغاز الطبيعي. طيب
حضرتك بتقولي دلوقتي أنشطة اجتماعية يعني لأصحاب المعاشات، وفي كتير برضو من السيدات والأسر الفقيرة أو محدودة الدخل. محدودة الدخل وفي كتير برضو من المطلقات بياخدوا نفقات. ده نفق، ده نشاط تاني. ده نشاط تاني. أيوة، صندوق تأمين الأسرة. طيب حضرتك دلوقتي بتقولي قروض، أنواع بقى القروض اللي بيقدمها بنك مصر إيه؟ والمين مين اللي من حقه ياخد كارد من بنك مصر؟ اصحاب المعاشات برضه، احنا شغالين على اصحاب المعاشات وورثه المعاشات واصحاب المرتبات. طب التفاصيل ايه يعني؟ ازاي بقى اصحاب المعاشات ياخدوا قروض؟ بناء على ايه بالظبط؟ ويقدموا ورق ايه؟ هو صاحب المعاش بيجي بيقدم، مثلا عنده بنت من بناته بتتجوز، فعنده اسمه الجواز، ممكن بيها ياخد بالقدر 10000 جنيه لمده 3 سنين بقسيمه الجواز بدون فوائد. 10000 جنيه يسددهم على 3 سنين غير فوائد. بدون فوائد. اوكي تمام. هو ما فيش الا مصاريف اداريه بس فقط هي اللي بتدفع. قرض بقى اجتماعي، مش قرض يعمل بيه، لا يعمل بيه مشروع ولا حاجه. لا، في تمويلات عندنا للمشاريع. فممكن لو هو عنده مشروع ومن الاسر الفقيره بندخله في مشروع مستور. طيب خلينا بس الاول نشوف يعني ده نوع القروض الوحيد قبل ما ندخل بس في المشاريع عشان ما نلخبطش الناس. هل ده نوع القروض الوحيد يعني القرض اللي هو مثلا حد عايز يجوز بناته؟ في قرض اللي هو قرض زواج، في قرض علاج. بكم قرض العلاج ده بقى؟ العلاج ب 8000 جنيه. قرض زواج ب 10000 وقرض العلاج ب 8000 جنيه. طب وقرض العلاج بيقدم له ايه؟ يعني ورق تقرير طبي او يعني تقرير طبي بان هو تعبان عيان عايز عمليه، فبيقدم التقرير الطبي بتاعه وبيتم البحث على الحاله الاجتماعيه وبيقدم عادي وبياخد. طيب البروسيس دي يا استاذ محمود يعني كلها على بعضها بتاخد وقت قد ايه؟ خصوصا في العلاج يعني في قرض العلاج. مجرد المستندات اللي انا بطلبها من حضرتك دي تستوفى، والتقرير الطبي بتاعه، شهاده البطاقه بتاعته، البحث الاجتماعي بيصرف على طول. تمام. طيب ده بالنسبه يعني قرض زواج وقرض علاج. في قروض ثانيه ممكن يقدمها اللي هي الثلاث سنين وقرض العلاج ثلاث سنين برضو؟ ثلاث سنين وده ثلاث سنين. ده اللي هي ايه القروض اللي بدون حسنه بدون فوائد. من غير فوائد. من فوائد. تمام. في ممكن يكون في حالات الكوارث والحاجات دي برضو بنساعد فيها. زي ايه بقى؟ يعني ايه المصروف؟ نعم. بنحدد ايه بقى يعني الكوارث؟ يعني مثلا حاله وفاه، حاله زلزال في جاله مثلا في البيت اللي هو عايش فيه، حريق، الحاجات دي، الحالات المرضيه برضه بنساعد فيها. كويس. كل دي بنديها قروض. طيب حضرتك بتقولي اصحاب المعاشات او الورثه. الورثه بقى بياخدوا قروض بناء على ايه وبيقدموا؟ حصه المعاش اللي هو ورثها. على حصه المعاش اللي هو ورثها بنديله بيها. يعني الوريث يقدر ياخد برضه على حصه المعاش دي يقدر ياخد قرض سواء العلاجي او قرض الزواج. بياخد. طيب كويس قوي. طيب في بقى خلينا نتكلم على المشروعات واللي حضراتكم او المبادرات، يعني زي مثلا مشروع مستور انتوا حضرتك بتقولي بتدخلوا فيهم ناس معينه او يعني ليه تفاصيل؟ احنا يمكن اتكلمنا عنه قبل كده بس انا عايز اعرف دلوقتي احنا مشروع مستور ده وصل لحد فين؟ ونبتدي بس نعرف عشان في ناس ما بتبقاش برضو ملمه بتفاصيل المشاريع دي قوي. ايه هو مشروع مستوره الاول ووصلنا فيه لحد فين؟ مشروع مستوره ده اطلقته معالي الوزيره غاده ولي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. وتم تخصيص مبلغ 250 مليون. كويس قوي. ده كان في 11/2017 السنة اللي فاتت. بدأنا فيه من 11/2017. اتصرف في أول دفعة 100,000 وتم الانتهاء منها. تم صرف الدفعة الثانية 100,000 وتم الانتهاء منها. وتم الحمد لله تم صرف الدفعة الأخيرة 50 مليون. تمام. وحاليا دلوقتي طلعنا صرفنا حوالي 245 مليون ل 15,000 أسرة استفادوا. طيب بيستفيدوا بشكل عامل ازاي يا استاذ محمود؟ يعني هم بيشتغلوا ازاي وبيسددوا ازاي؟ هم الفئات المستهدفه بتبقى مثلا معاها معاش او صاحب معاش مثلا تكافل كرامه او معاش او مستحقة نفقه او بدون معاش خالص. ايه ده يعني اللي بتاخد معاش تكافل كرامه تقدر تشترك في مستوره؟ تقدر تاخد من مستوره. تمام. بدون معاش، معاش عديمه الدخل برضه. في ناس بيبقى ملهاش فعلا معاش وبيبقى مثلا ممكن بتشتغل مهن مش يعني ملهاش معاش، خلاص بتبطل شغل مثلا
في مصنع في حاجه زي كده ما بيبقاش ليها معاش، فهي بتكبر او بتبطل شغل فعايزه تبقى برضو وبتبقى قادره ان هي تشتغل، فبتبقى عايزه دي من حقها برضو من ضمن الفتاح، من ضمن الفئات اللي بتاخد بتقدم ايه بقى يعني؟ هي بتيجي تقدم طلب انها طلب تمويل، عايزه القرض دوت، بيجيب صوره بطاقتها، صوره البطاقه. طيب بنوجهها للجنه من اللجان اللي تابعه للبنك، البنك عنده 4000 لجنه، فاللجنه للسكن محل اقامتها بنوجهها اليها. ايوه اللجنه بتبدا تبحث حالتها وتشوف هي تقدر تعمل ايه المشروع هي تطلب فيه او اللي تقدر تشتغل فيه، وبناء على كده بيقدم وبتعمل دراسه جدوى، وبيعمل اللجنه تعمل بحث هي بقى مدى احقيتها ايه، مدى احقيتها والمبلغ قد ايه اللي هي عايزاه، المبلغ اللي هي عايزاه قد ايه. وبعد كده بيستوفي المصنعات دي كلها، بيجي يقدمها عندي انا بصرف المبلغ. طب والمبلغ ده بيبقى بقى قد ايه تقريبا؟ طبعا بدايه من 4000 ل 20000. من 4000 ل 20000. طب انواع المشاريع اللي بتبقى مقدمه لحضراتكم زي ايه؟ المشروعات في مشاريع تجاريه، وفي انتاج حيواني، وفي صناعيه، وفي خدميه، وفي مشروعات منزليه اللي هي بتشتغل فيها الاسره من بنفتح البيت. بالظبط تقدر تشتغل وهي قاعده في البيت، زي مثلا مشغولات، زي عندها اولاد مش قادره تخرج تسيب اولادها في لا ممكن مكنه خياطه. ممكن تدوها مكنه خياطه. احنا بنجيب لها فلوس. لا في صوت مشروعات الصرف بيبقى في صوت مشروعات وليس نقدش. المشروع كله لازم يبقى كده، مفيش حد بياخد فلوس في ايده يعني. لا 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 احنا طيب. بنطلع الفلوس اللجنه مندوب من الفرع مع صاحبه المشروع يطلعوا هي كاتبه كانت مقدمه في الدراسه بتاعتها مكنه، بنشتري المكنه، مواد خام، قماش، خيوط، بنشتري القماش والخيوط وبتستلم الحاجات ديت وتبدا تشتغل. طيب انا دلوقتي مثلا هي خلينا نقول ان مثلا اسره حصلت على مكنه خياطه، تمنها نقول انا مش عارفه يعني، ممكن تكون مكنه خياطه دي تمنها يوصل لكام تقريبا؟ مش شرط مكنه خياطه، ممكن مثلا ب 3000 5000 جنيه. ماشي. ممكن تجيب معاها مكنه ثانيه، ما يعني هي ممكن تشتغل بقى مكانتين ثلاثه. ايوه انا بقول لحضرتك ممكن تجيب ثاني. طيب كويس قوي. فرضا مثلا ان نقول مثلا في المتوسط دي الماكينات اللي هي جابتها ب 10 او 12000 جنيه، ب 20000 جنيه او 15000 جنيه، هي بتسدد بايه يا فندم؟ بتسدد ازاي وبفوائد قد ايه؟ هي بتسدد، لا هو القرض دوت على سنتين ملوش فوائد، هو بس بيتخصم منها 7% مصاريف اداريه. بيتخصموا من ايه؟ من الارباح، من المبلغ كله. من المبلغ كله 7% بس هو اللي المصاريف بتاعته، المصاريف. هي بتسدد ازاي بقى يعني؟ بتسدد حق المكنه ازاي؟ بتسدد شهر، بنحاول نوزع لها المبلغ على اقساط شهريه. اوكي. لمده 24 شهر. تمام. اللي هي بتبيع بيه بقى او الشغل تسدد منه. تسدد ده. كويس قوي. طيب فرضا لا قدر الله حد تعثر في الحاجه زي كده، بتتصرفوا معاه ازاي؟ احنا بنتابع المشروع اول باول عن طريق لجان الزكاه، بمعنى ان هو لجنه الزكاه اللي بتروح بتحصل منها، فلما بتيجي مثلا شخص اتعثرت فبيبدا يبحث اسباب التعثر ايه؟ هل سوء انتاج او سوء توزيع؟ يعني نعرف ايه الاسباب عشان نقدر ندور لها على البدايل اللي يقدر نحل بيها المشكله اللي عندها. فممكن يكون فعلا عندها انتاج كويس بس ما بتعرفش تسوق. فبنقدر نوجهها نقول لها روحي سوقي فين، او ممكن نشير اليها الوحدات الاجتماعيه، الشؤون الاجتماعيه، عندهم جمعيات، فيهم عندهم مشاغل مشغل، في معرض اسر منتجه ممكن تودي في معرض الاسر المنتجه. فبنبدا نوجهها مصادر التوسيع او التسويق يبقى فين، وكده بنقدر نتخلص من المشكله اللي عندها. طيب هما في ناس بتبقى عندهم مشكله تسويق ودي حلها حضرتك قلتهولي دلوقتي، وفي ناس تانيه بيبقى عندها مشكله ان هي مثلا ايه فتحت مشروع مثلا معين لانتاج مثلا نوع معين من الاطعمه او من كذا، وهي جنبها 100 واحده عاملين كده فما بتبيعش قوي. هقول لحضرتك احنا في الاول احنا بنقول بنعمل دراسه جدوى ليه؟ عشان نشوف ايه اللي يناسبها وايه اللي محيط بيها واللي تقدر تشتغل فيه بدون ما يكون في مشاكل. فدي بتبقى في بدايه المشروع بنقعد معاها وبندرس معاها المواضيع ديت. ففعلا زي ما حضرتك ما بتقولي مثلا هفتح مثلا اطعمه وعندي مطعم
شغال كويس جدا جنبيها. بالظبط. فبنقول لك كده صعب انك انت هتشتغلي في المطعم دوت، لا نعمل دراسه لمشروع تاني ونقدر نشتغل فيه. هو بيشتغل مثلا مأكولات، اشتغل انت حلويات، يعني بنبدا ندور لها على البدائل اللي تساعدها انها فعلا تشتغل صح وتقدر تجيب فعلا دخل. طيب فرضا بقى، عشان معلش عشان بس كل الاسئله اللي بتدور في ذهن الناس، ان انا مثلا جيت قلت انا فتحت مثلا مشروع كذا، والناس حواليا كتير بتعمل نفس المشروع، فاتقال لي لا ما ينفعش عشان ممكن دي يكون مثلا جودتها اعلى، او الناس عرفتها في المكان او في الشارع اللي هي فاتحه فيه او في المنطقه دي، ومش هينفع. طب انا دلوقتي ما بعرفش اعمل غير الحكايه دي، اعمل ايه؟ وعايز اعمل مشروع، هل متاح ليا ان انا يتعرض عليا حاجات قريبه من امكانياتي فاقدر ان انا اتدرب عليها؟ هل متاح نوع اي نوع من انواع التدريب مثلا، لو على الخياطه، لو واحده حابه ان هي تتعلم او كده، او تصنع سجاد، او يعني اي حاجه من. انا بقول لحضرتك احنا بنك ناصر تبع وزاره التضامن الاجتماعي، ما انا عشان كده بسال حضرتك. عشان كده فممكن نتواصل معاها مع اي جمعيه عن طريق الشؤون، وتروح تتعلم في اي مشغل. تمام. بكام بقى بتتعلم؟ لا والله في يعني في جمعيات خيريه كتير جدا ممكن تعلم مجانا. عشان هي هتسال طبعا التدريب. لا انا بقول لحضرتك ممكن تتعلم مجانا، ما فيش اي حاجه، وممكن تشتغل عندهم لغايه ما تبقى كويسه وتيجي تاخد المشروع من عندي. يعني دي ما فيهاش مشكله. تمام. طيب انا هستاذن حضرتك، بس معانا تليفون جمال من كفر الشيخ. الو. الو. ايوه يا استاذ. اي استاذ جمال، اتفضل. البنك الاصلي لما حد بيروح عشان يجيب منه قرض بيقول لك لازم تجيب موظف يضمنه، هو بتاع المعاش هيجيب موظف يضمنه منين؟ لازم تجيب ايه يا فندم؟ موظف يضمنك؟ موظف يضمنك. طب خليك معايا. اللي هياخد بتاع المعاش ده اللي طالع معاش عمل ده هيجيب موظف منين؟ حاضر يا فندم، هنجاوب على حضرتك حالا. طيب استاذ محمود اتفضل. هو بيقول دلوقتي مشكلته ان هو مش هيلاقي حد يضمنه. لا هو احنا بندي بالنسبه لصاحب المعاش بنديله بدون ضامن. صاحب المعاش بديله بدون ضامن. صاحب المعاش من غير ضامن؟ امال مين اللي بيبقى ليه ضامن؟ ممكن يكون السن المعاش فوق الستين. اوكي. فده شركات التامين بترفض تامن. يعني لما يوصل ل 68 او 70 يقول لك لا ما امنش عليهم. فبالتالي ما عنديش انا حاجه، انا بدي بضمان تامين. اوكي. شركه تامين. فهو دلوقتي هو 70 سنه ما عندوش تامين، ما فيش تامين، شركه تامين بترفض انها اخر حاجه بالنسبه لشركات التامين 68 سنه. فما بتقدرش تامن. فانا بقول له هات لي ضامن بدل التامين. لكن لو عادي الشركه بتامن بقول خلاص ماشي اوكي. بدي له بدون ضامن. طب هو محتاج ضامن؟ هي ما هو بيقول دلوقتي اجيب ضامن. هو الضامن بيبقى يعني مثلا اي ضامن، ما بقولش مثلا يكون من الدرجه الاولى من القرابه او لا، انا بقول له اي ضامن، موظف او كده. موظف بس لازم يكون موظف في مكان حكومه؟ يعني موظف حكومه، يعني هو دلوقتي لو اتعصب في السداد مين هيسدد؟ وخصوصا ده تمويل استثماري مش اجتماعي. ده تمويل بيبقى تمويل استثماري. طيب طب احنا يعني بالنسبه احنا كنا بنتكلم من شويه قبل التليفون عن مشروع مستوره، و في ناس كانت بتسال هل مشروع مستوره فقط للسيدات او الاسر اللي من غير عائل، مثلا في حاله الطلاق او في حاله وفاه الاب، ولا لا؟ سواء مطلقه او العائل متوفى او عايش والدخل محدود جدا، او بتسأل دلوقتي هو ممكن يبقى موجود معاهم وتاخد المشروع برضو؟ تدخل المشروع بيتعمل. بيتعمل. ما هو اللجنه احنا مخلينها ليه تبع اللجان. اللجان بتبقى جوه المنطقه، بيبقى عارفه الحاله، حاله المواطن من الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه اعباء المعيشه، فبيعرف ان هو فعلا يستاهل، فبيقول فبيقدم بحث وبيقول ده يستاهل. طيب. بصرف النظر هو ليها عائل عايش او مش عايش، او ليه دخل او ملوش دخل. ما انا بقول لحضرتك ممكن يكون معاش، بس معاش صغير ما يكفيش الاعباء عندها. ما هي بس عشان كان مختلط عليها الامر ان هي متخيله ان لا العائل لازم يبقى مش موجود. لا يعني. لا لا تاخد. تقدم وتاخد. طيب ننتقل بقى للمشروع الثاني او المبادره الثانيه يا استاذ محمود، اهالينا. وانا عايز اعرف احنا وصلنا بقى يعني ايه، عباره عن ايه مبادره اهالينا دي، ومين برضو المستفيدين منها؟ اهالينا ديت من الاسر الفقيره جدا ديت اللي بتستفيد منها. وحاليا كان معالي الوزيره مخصصه، كانوا مخصصين 11 مليون ونص
وفعلا استفاد منها 1100 أسرة. 1100 أسرة دي للأكثر فقرا يعني. للأكثر فقرا. طيب دي بقى عليها كذا سؤال هسأله لحضرتك بس استأذنك معانا عم بطرس من أسوان. ألو صباح الخير يا عم بطرس، ازيك؟ الله يبارك فيك. انا احب ارحب بالضيف النهارده، الضيف مذاكر جدا، مذاكر جدا القضيه بتاعته، بس احب اقول له انا احب دايما ارجع للتفاصيل اللي على مكاننا ما دامها. سيادتك انت ما تقول الواحده تروح تتعلم منها، كده انا رميت في بحر متاهات تروح. دي ربنا خلي بالك من كلمه تروح دي. الثاني حضرتك معلش يا ريت ما تردش عليا بس دقيقه. الثاني والمهم الموظف يروح يجيب واحد ضامن. كلمه يروح دي اصل المشكله. كلمة يروح دي احنا اللي حلناها هنا يا فندم لما عملت معاك مذاكرة وقلت لك ال تي سي احنا جايين بمشروع واحنا اللي هنسدد الفايدة ونخلي العميل بتاعنا يا اذا يسدد اصل القرض واحنا هنتابعوه. احنا متعلمين كويس ومتابعين مشروع كبير ومش راضيين نعلن عنه دروب. والبركة في الاستاذة اللي عندك ان هي مدرسة عارف ايه بسبب واحد بس ان لما جيت اتكلمت وغلطت ردت عليه باسلوب مبتسم وخلتني اتكلمت تاني وتالت وعملت مشاركة. من هنا الوعي اللي قال عليه السيد الرئيس ان انا اغلط وضيفة كويسة زي اللي عندك تخليني تسمح لي ادخل مره ثانيه وثالث وتخليني مع الضيف مباشره. يا فندم احنا مش قليلين، احنا عاملين مشروع هنا مكلفنا 20 مليون جنيه والحكومه هتاخد 51% والبركه في الست المبتسمه دي. احنا مش قليلين، نحب نبقى بوسطه ماشي، بس بوسطه مش هنتعلم من القرارات الكبيره اللي بتجيبها لنا سيادتك على الاعلام انكم انتوا ناس كبار. المشروع ده شكرا يا فندم. شكرا لك يا عم بطرس وتحياتي طبعا للمشروع اللي انت بتقوم به في اسوان. بس انا بالنسبه لموضوع التعليم ده هو احنا كنا اتكلمنا في موضوع التدريب، هو بس كان في استفسار عن موضوع التدريب استاذ محمود. هو طبعا هو كان بيتكلم على قصه الضامن والحكايه دي احنا وضحناها. موضوع التدريب انا كنت بقول ان اللي مش قادر ان هو يشتغل الشغلانه دي او انه مثلا عايز يعمل حاجه بس لسه محتاج ان هو يتعلمها شويه او عنده مثلا لازم يبقى في عنده كذا كذا اختيار علشان فاتح جنبه كذا محل او كذا مشروع بينتج نفس المنتج. وبشكرك يا عم بطرس وبصبح عليك. نرجع لاهالينا تاني يا استاذ محمود. ودي حضرتك هنا كنا مسطوره، كنا بنتكلم في حالات معينه وكان منها الاسر الفقيره. اهالينا الاسر الاكثر فقرا يعني بنتواصل معاهم ازاي يا فندم وهم بيوصلوا لكم ازاي اصلا؟ لا هو بالنسبه لاهالينا بنتواصل منهم من خلال الجهات الدوله، يعني مثلا الدوله بتخصص لهم شقق. الدوله بتخصص لهم شقق والشقق دي عايزه تتفرش. فبيجي احنا اللي بندفع بالذكور تعاون مع الانتاج الحربي وبناخد منه الاجهزه وبنسلمها وبنحطها في قلب الشقق ديت نفرشها في الشقق. طيب بس الشقق دي عن طريق بتتخصص عند رؤيه الدوله مش احنا اللي بنجيبها. يعني هم بيكونوا واخدين شقق بس انتوا بتفرشوا الشقق عن طريق الدوله واحنا بنحط. كويس قوي. طب انا هنا عندي دلوقتي لو في ناس بالفعل عندهم مكان سكن بس محتاجين شغل، محتاجين تمويل، محتاجين دول بقى بيبقى ايه؟ ولا انتوا هنا خاص بالحاجات السكنيه بس؟ لا احنا لو هو محتاج مثلا تمويل بنشوف الحاله بتاعته ايه وبنديله حسب ما هو بيجي يطلب واشوف حالته ايه وبناء عليه بقى بديله التمويل اللي هو عايزه. واشوف ايه من التمويل؟ ايه؟ فلوس ولا مشروع؟ لا ما هو عايز ايه؟ عايز فلوس. في تمويلات عندنا في تمويلات لاهالينا غير بقى مسطوره؟ لا غير اهالينا، دي خارج اهالينا. خارج اهالينا؟ لا انا بتكلم على اهالينا. هي اهالينا دي للسكن بس؟ لا دي دي سكن بس وتبع الدوله مش تبع انا. انا بتفرش بس بجيب اجهزه. تمام بدفع حق الاجهزه. طيب لا طب كده عشان نوضح بس لان كل الناس لا مش اهالينا اللي هو اي واحد عنده شقه انا جايب له اجهزه واحطها له. هي الناس اللي واخده شقق تبع الدوله بس تبع الدوله وهي اللي هي الناس التعبانه يعني اللي لها المبادره دي موجوده بس للناس اللي واخده شقق من الدوله وعايزه تفرشها اكثر فقرا وهي حالتها فعلا فقيره جدا بس مش بنقدم لهم اي حاجه تانية ولا تمويل ولا مشروع ولا حاجه. دي بقى حاجه تانية بره اهالينا. لا بره اهالينا دي ده موضوع تاني بره اهالينا خالص. طيب هرجع لحضرتك مره تانية. انا بقول مشروع اهالينا متخصص في الجزئيه دي. طيب معايا عبد اللطيف من المنوفيه. ازيك يا عمده؟ الو صباح الخير. صباح الفل يا عمده، ازيك؟
صباح الخير عليك وعلى ضيف حضرتك الكريم. اهلا بيك. دايما قضاياكم بتمس كل الشعب المصري وبنبقى مهتمين بيها وبنتفرج عليكم دايما لان انتوا بتحلوا مشاكل كتير جدا. شرف لينا يا عمده، ربنا يخليك. اتفضل. احنا طبعا بنك نصر محدش يقدر يقول ان دوره مش كبير في حل ازمات كتيره في مصر كلها. احنا بس تمنياتنا ايه او امنياتنا ايه؟ ان الموازنات تزيد شويه، لان النهارده اللي بيجهز بنته ال 10,000 او المبلغ ده بسيط جدا، ده ثمن جهاز واحد زي ما حضرتك عارفه، وجهاز تعبان يعني مش جهاز فخم. عايزين الموازنات تزيد شويه للناس، لان الناس بتستدين، وانت وحضرتك قبل كده عملتي برنامج عن السيدات اللي كاتبين شيكات على او وصولات امانه على نفسهم والسجون مليانه. عايزين البنك يكون داعم للناس دي، هنطلع ناس كتير من السجون جدا. يعني قصدك يدي القروض تكون اكتر، يعني قيمه القرض اكتر من كده، وخاصه الغارمات بحدد السيدات بالذات. يعني الغارمات اللي موجودين في السجون ممكن البنك يديهم المبالغ اللي هي موجوده عليهم عند التجار وكده، ويبدا الناس دي تطلع، هيبقى موضوعهم محترم جدا. الحاجه الثانيه، البنك زي ما يبقى ليه دور في حل الازمات يبقى ليه دور تنموي، بمعنى ان احنا النهارده زي ما قلنا في صباح دريم واخر اسبوع، ان مصر كان عندنا حوالي 55 مليون راس ماشيه في مصر، بقوا حوالي 5.5 او 6 مليون. ايه المانع ان البنك يبقى ليه دور تنموي في المشاريع الصغيره في القرى لبعض الشباب اللي هم يعملوا مثلا مشاريع تسمين او مشاريع بتلو او ايا كانت المشاريع، يبقى ما فيش قريه ما فيهاش حظير مواشي، الحظيره موجوده والاماكن موجوده ويبقى عليهم رقابه. هيبقى دور للبنك بحل الازمات، ودور كمان تنموي، ودور لحل مشاكل كتيره بتمس امن قومي مصري، يعني امن غذائي. يعني نتمنى البنك يكون ليه دور في الموضوع. شكرا ليك يا عمده، وهنعلق حاضر على مداخله حضرتك دلوقتي. استاذ محمود اتفضل. هو بيتكلم في قيمه القرض ان هي تعلى شويه علشان الناس تقدر تشتري يعني او تحصل حاجات قيمتها اعلى شويه، فنوضح مره تانية بس. احب بس معلش للاخ المشاهد، احنا كبنك تمويل ذاتي وهدفه هو فعلا توسيع قاعده التكافل. تمام. وفي نفس الوقت بشتغل مصرفي عشان اقدر اصرف على التكافل. بشتغل مصرفي عشان اصرف على التكافل. تمام. لان انا المصرفي اللي هو التمويلات اللي انا بديها والودائع الاستثماريه اللي انا بعملها، برضو عندنا ودائع استثماريه العائد بتاعها اسلامي، بيبقى ودائع تحت الطلب دي بتبقى 12.5% في السنه تحت التسويه. عندي وديعه ام المصريين برضه دي 15% لمده 3 سنين. فانا بكذب اللي انا بكذبه من التمويلات والودائع، اقدر الارباح اللي بتطلع منها او محققه بخصص منها جزء كبير منها للنشاط التكافل. ففعلا العدد كبير، المبلغ مش هقدر ازوده حاليا دلوقتي، لكن ممكن لما ربنا يسهل البنك يزيد اكتر في تعاملاته المصرفيه والودائع بتاعته، ممكن نزود نبحث القيمه، زياده القيمه بالظبط. كويس قوي. طيب السؤال بقى اللي جالنا من كذا سيده، موضوع النفقات. تمام. وهي دايما احنا يعني يمكن احنا كمان مختصين قوي بالحته دي يعني يا استاذ محمود، وبنحاول ان احنا على قد ما نقدر نحل المشكله دي مع مشاهدينا طبعا واصدقائنا من مشاهدي نهايه الاسبوع. هي دلوقتي بتيجي تقول لي انا نفقتي مثلا 2000 جنيه بس انا باخد 500 جنيه من بنك ناصر. تمام. ليه باخد 500 جنيه من بنك ناصر وما باخدش ال 2000 جنيه؟ عايزه افهم بقى العمليه دي ماشيه ازاي؟ هو صندوق تامين الاسره بينظمني فيه قانون. الحد الاقصى للصرف اي مستحقه نفقه 500 جنيه. ليه؟ لان انا اساسا سواء الزوج او المطلق او الوالد الاولاد اللي بيستحق لهم نفقه ما دفعش او دفع، انا بدفع ال 500 جنيه. دفع ما دفعش انا بدفع ال 500 جنيه. يعني مش شرط هو يكون دفع. لا 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 لا، في موارد بتدخل. تمام. تغطي النفقه ديت. طب دلوقتي هو المطلق بيبقى هربان متهرب،
او خلينا ممكن ساعات بيبقى مش لم يستدل على عنوانه، فانتوا بتقعدوا تدفعوا 500 جنيه ايا كانت قيمه هذه النفقه لحد ما يستدل على عنوانه ويبتدي ايه تحصلوها منه. من الحصل بالظبط كده، بناخد الاجراءات القانونيه لحد ما نقدر نحصل منه الفلوس. تمام. والله في ناس فعلا حكم بتاعها صادر ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه والمدين بيدفع ال 2000 جنيه، بندي المستحق ال 2000 جنيه او ال 1000 جنيه. تمام. لكن في حاله مش موجود او مش عارفين مكانه فبندفع الحد الاقصى اللي هو 500 جنيه. طب انتوا بتتعاونوا مع مين لحل هذا العبء يعني يا استاذ محمود؟ يعني دلوقتي مضاعب، وبعدين لما يبقى يقول لك ما خلاص ما انا كده كده مش هدفع وغير العنوان في المحاضر والكلام ده. معظم بيتهرب، وخصوصا لو كان مهن حره. ايوه. لكن بالضبط. الموظف او صاحب المعاش مش هيتهرب، هيروح او صاحب المعاش باخده بالجهه فالجهه بتبعت لي. لكن المهن الحره والقطاع الخاص هم دول المشكله بالنسبه لنا، ودايما حضرتك القانون الجديد والايجارات والسكن والكلام ده سهل جدا يسيب هنا يروح هنا يروح هنا، ما نعرفش نجيبه فبنقعد نبحث عنه. ما هيقول لك ما كده كده هتروح هي تاخد ال 500 جنيه من بنك ناصر. انا مالي، انتوا بقى بتجيبوه ازاي ده؟ بنجيب مين؟ يعني المتهرب ده بيجي ازاي؟ والله احنا عندنا طرق قانونيه بنتبعها. اول حاجه بنرفع اسمه على الاي سكور خاص، بحيث ان هو اي مكان هيروحه او يتمسك يقدر يعرفوا انه ده عليه حظ. يتمسك يعني ايه؟ يعني يقف في كمين مثلا؟ يقف في كمين مثلا. فبيبصوا يلاقوا ان هو عليه حظ. مثلا رايح مع تاكس ورايح التامينات برضه يبص يلاقي فيه حظ. ما يستخرجش قصدك يروح اي بنك من البنوك. يروح اي بنك من البنوك هيلاقي نفسه عليه حظ. تمام. اي بنك من البنوك لما يكون عليه حظ لازم يقول له لا، روح الاول سوي حالتك وتعالى. يعني انا بقفل عليه التعامل مع اي بنك. يعني ما يقدرش يتعامل حظ. مع بنوك ما يقدرش يستخرج اي ورق. دي بنسعى فيها اننا نقدر نعمل بروتوكولات واتفاقات مع الجهات الاخرى بحيث انه ممكن ايه نوقفه. يعني مثلا يبقى ليه تامينات او حاجه نوقفها بالمنظر دوت لحد ما يدفع لحد ما يعني دي وسيله من الوسائل اللي احنا بنبحث فيها. نمره اتنين، بنرفع جنحه عليه، نعمل بلاغ نيابه ونرفع جنحه نقيم جنحه. فالجنحه ديت ممكن في اي وقت يتمسك في اي حاجه زي ما حضرتك كده بتقولي في كمين في 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 لا ده انت عليك جنحه تعالى. شوف الجنحه دي للحبس للدفع. فالحالات دي برضه بتجينا. تمام. فبيجي يقول لك لا اعمل تصالح وروح دافع المتاخرات اللي عليه. طيب. دي الاجراءات اللي احنا بناخدها وبنسعى فيها القانونيه اللي نقدر نجيب فيها الناس ديت. عامة يعني ده كان اجابه على التساؤل السيدات اللي كانت بتقول انا ليه ما باخدش غير 500 جنيه بس، وساعات في ناس تاخد اقل بس يعني في ناس بتاخد المبلغ كله. لو المدين بتاعها بيدفع. لا هو كان بس عشان السواد الاعظم كانوا بياخدوا 500 جنيه ومش عارفه ليه اشمعنا 500 جنيه. فاحنا هنا حبينا ان احنا نوضح هذه النقطه. يعني بنك ناصر هنا بيقوم بالدور الاجتماعي بتاعه ان هو بيدفع هذا المبلغ اللي هو ممكن يعتبر مبلغ او مش كبير قوي، بس هو بيدفع حد ادنى من هذا المبلغ لحد ما نلاقي المتهرب او المطلق اللي هو لسه ما بيدفعش النفقه بتاعته، ويبتدي البنك يحصل منه باثر رجعي. ولا برضه احب اضيف لحضرتك حاجه. عيب النفقه انا بدفع شهريا 52 مليون جنيه. شهريا بيدفع 52 مليون جنيه لمستحقين النفقه. هو يعني الحقيقه موضوع النفقات ده محتاج يعني موضوع كبير. موضوع كبير ومحتاج تكافل من وتكاتف من كل جهات الدوله علشان يعني بقى الحقيقه الموضوع فعلا عامل صداع للطرفين، يعني عامل مشكله للطرفين. في نفقات غير منطقيه كده، يعني في نفقات بتبقى مش منطقيه خالص، يعني حاجه تحزن يعني. عامه احنا برضو جاوبنا على معظم الاسئله، وانا الحقيقه بشكر حضرتك جدا جدا وبحييك طبعا، بحيي بنك النصر الاجتماعي على دوره التنموي والاجتماعي ودوره في كمان تنمية هذه المشروعات الصغيرة ومساعدة الأسر الفقيرة والأسر الأكثر فقرا. هو ده التكافل اللي احنا دايما بنتمناه مش من بنك ناصر بس، من كل جهات الدولة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود صقر مدير عام إدارة الفروع ببنك ناصر الاجتماعي. شكرا. شكرا جدا كان هذا اللقاء وشرف ليا كبير قوي ان اكون مع حضرتك النهارده. شكرا ليك يا فندم، الشرف لينا طبعا. مشاهدينا بعد قليل القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر البيان رقم 29 بشأن العملية الشاملة
سيناء 2018 هنتابعها مع حضراتكم، وبعد هذا الفاصل لقائنا الأسبوعي والأستاذ الدكتور هاني الناظر. اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع ومعاد فقرتنا الاسبوعيه اللي كلكم بتستنوها، وضيفنا طبعا اللي دايما بينورنا الاستاذ دكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور هاني. احنا الحقيقه عندنا النهارده كان في ناس كانت بتسال من الاسبوع اللي فات عن البهاء، واحنا عايزين نبتدي النهارده بس فقرتنا بموضوع البهاء لان ناس كتير كانت بتسال عنه وكانت بتسأل على أسبابه وعلى طرق علاجه. هو الحقيقة أنا عايز أبدأ بحاجة كده من الأول عشان الناس تبقى مرض البهاء مرض غير معدي قبل ما نتكلم عليه. يعني دي أكتر حاجة لا لا أصل الناس دايما بتسأل مرض غير معدي ليس لها علاقة بالأكل ولم يثبت علميا أنه مرض وراثي. دي أنا بحط تحتها يعني ليس دعوة بالأكل ولا وراثي؟ مش دعوة بالأكل خالص، يعني الاكل بيزوده ولا سبب. هو الحقيقه المرض ناتج عن نشاط زايد في الجهاز المناعي، يبقى اذا هو مرض مناعي. مرض مناعي، مناعي. يعني ايه مرض مناعي حضرتك؟ يعني بيحصل خلل في الجهاز المناعي بتاعنا، ده شغلته انه بيحمي الجسم من اي هجوم من الميكروبات. اوكي. ازاي؟ انه بيطلع اجسام مضاده تحارب الميكروبات، دي شغلته. احيانا يحدث خلل في هذا الجهاز، بدل ما يطلع الأجسام المضادة دي تحارب الميكروبات أو البكتيريا أو الفيروسات يتجه إلى خلايا الجسم يحاربها ممكن أكثر من مكان. هنا في مرض البهاء بيتجه إلى الخلايا الصبغية اللي هي بتطلع مادة الميلانين اللي بتدي الإنسان اللون بتاعه، فيبدأ يحارب الميلانوسايتس أو الخلايا الصبغية دي، يكسرها فتترك مكانها فراغ. هو ده اللون اللي بنشوفه، بيبقى لون فاتح كده اللي هو اللون اللي بنقول عليه أبيض. هو حقيقة مش لون، بالعكس هو مساحة من الجلد فقط أبيض. اللون الأصلي فتبان كأنها أبيض، ممكن يبان على هيئة بقعة، يعني مثلا ممكن البهاء يجي بقعة واحدة بس في الوجه، في الوجه ويفضل طول عمره كده بس في المكان ده ما يطلعش في حتة تانية، وممكن يظهر في أماكن مختلفة في الجسم، ممكن ياخد أشكال مختلفة، يعني بص ساعات يجي سيمتريك، يعني مثلا إيه كوع ده وكوع ده، الركبة دي والركبة دي، الجنب ده والجنب ده، وممكن يوزع بطريقة عشوائية. طب هو سببه يعني ده سبب نشاط زايد في الجهاز المناعي. نشاط زايد في بقى يا فندم ناس بتقول ايه ان مثلا حد بالفعل عنده بهاء ففي حاجات بتزوده، ايه بقى اللي ممكن يزود البهاء؟ انا عايز اعرف ولا دي بقى اي كلام اللي بيقعدوا يقولوه على الحاجة الفيسبوك. الوحيده اللي ممكن تزود البهاء هو تعرض الشمس، عكس ما كثير ده في ناس بتقول لا تسمر، كان زمان الطب بيقول للمريض اقعد في الشمس عشان خاطر الشمس طبعا بتأثر على الخلايا، بتعمل نوع من زي حروق فالجسم يتفاعل معاها فيطلع خلايا ملونه تنشط فتطلع ماده الميلانين. ايوه بس انا هنا وما عنديش الخلايا الصبغيه هتبقى برضه فاتحه، هحرق الجلد هتفضل بقى لغايه ما تتحرق. واللي بيحصل ايه؟ المريض بقى لما بيتعرض للشمس هتلاقي الجزء الداكن العادي بيسمر زياده على اللزوم، احنا ما بنقعدش في الشمس بنسمر. فيبان المرض اكتر، فتلاقي المرض يقول لك انا ما بتعرض للشمس المرض بيزيد. هو حقيقه طبعا الكونتراست في الالوان بيبقى جامد فبيبان ابيض اكتر. عشان كده احنا الشمس بتاثر، الشمس بلاش، انما هو الحقيقه لا يتاثر بالاكل ولا يتاثر باي حاجه خالص، يعني ما فيش. في طبعا نظريات تقول لك ان العامل النفسي ممكن ياثر. هو الحقيقه العامل النفسي دايما يهاجم نقطه ضعف الانسان، يعني لو واحد عنده انفلونزا وتعرض لتوتر تبصي بدل ما يخف في 5 ايام يقعد اسبوع. عشان كده يقول لك انا ما بخفش، لما حد يبقى زي يقول لك انا من كتر ما انا متضايق ما بخفش، اللي يجي له بقى انفلونزا اللي يجي له مشاكل في المعده كل واحد قولون. حسب قولون يبقى اذا مش العامل النفسي هو السبب، لا هو العامل النفسي هنا تريجر فاكتور، يعني بيظهر الحاجه بيجي على المكان على حاجه ضعيفه، نقطه ضعف، نقطه ضعف، عندي اكزيما، عندي كحه، عندي اي حاجه لو تعرضت لتوتر فبيزيد. اوكي تمام، ده السبب بتاع ايه هو مرض البهاء وتعريفه يعني. طيب هناخد احمد من الجيزه. الو احمد معلش حاول تكلمنا تاني، معايا مين؟ طيب خلينا بس استاذن حضرتك نشوف البيان رقم 29 الخاص بالقوات المسلحه بشان العمليه الشامله سيناء 2018 ونرجع مره اخرى مشاهدينا ابقوا معنا.
استمرارا لجهود أبطال القوات المسلحة والشرطة لاستئصال جذور الإرهاب، فقد أسفرت النجاحات المتتالية لخطة العملية الشاملة سيناء 2018 خلال الفترة الماضية عن تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكر للعناصر الإرهابية بالظهير الصحراوي الجنوبي، أسفر عن تدمير عربة دفع رباعي والقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة داخله، كما نجحت القوات الجوية على الاتجاه الغربي من تدمير 25 عربة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والبضائع المهربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية للبلاد، واستهداف عدد من الأوكار نتج عنه القضاء على 8 عناصر تكفيرية مسلحة بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء. القضاء على 10 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش، والتحفظ على 3 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش وعبوتين ناسفتين. القبض على 129 فردا من المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وإبطال مفعول 141 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك، وضبط عدد من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار بشمال ووسط سيناء. تدمير 147 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار ومواد الإعاشة وكتب وشرائط كاسيت تدعو للفكر التكفيري، ولابتوب محمل عليه مواد فيلمية وجهاز تنصت. ضبط وتدمير والتحفظ على 16 سيارة أنواع، وتدمير 35 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق بشمال سيناء، وضبط 8 بنادق مختلفة الأنواع و6 خزنة، كما تم ضبط 3368 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر، و365 كيلو جراما لنبات البانجو، و37 كيلو جراما لجوهر الأفيون، و1.5 مليون قرص مخدر. كما تم ضبط 5 أجهزة تستخدم في الكشف عن المعادن وإحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 1383 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. ونتيجة للأعمال البطولية استشهد ضابط من أبطال القوات القائمة بتنفيذ المداهمات، ويستمر رجال القوات المسلحة والشرطة في استكمال القضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة شعبه العظيم.
تابعنا طبعا مع بعض مشاهدينا البيان رقم 29 صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن العملية الشاملة سيناء 2018. 1,000,000 تحية لقواتنا المسلحة. طبعا احنا شفنا حجم الضبطيات ويعني كمان القبض على العناصر الإرهابية اللي كانت ممكن هي تضر بمصلحة هذا الوطن، والحرب لسه قائمة لحد دلوقتي حقيقة دكتور. انا عايز اقول لك حاجة، حتى المخدرات دي ما هي دي حرب دولة ضد الشعب، يعني مش يعني ده مش منفصلين عن بعض. انت بتحارب الشعوب نشر مخدرات نشر الحاجات دي طبعا. فالحقيقه تحيه لقواتنا المسلحه الحقيقه طبعا، يعني دور بطولي والله، يعني دور بطولي ربنا يبقى. خلينا نقول ان برضو يعني لسه لغايه دلوقتي الحرب مستمره، ويعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مصر دايما منصوره، وهنوافي حضراتكم باي تفاصيل جديده بهذا الشان. طيب دكتور نرجع تاني للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وكنا الحقيقة بنتكلم عن البهاق وبعض الشائعات اللي كانت بتقول مثلا ان في حاجات ممكن تزود اكل مثلا كذا. حضرتك قلت لي بس التعرض للشمس، ان مفيش اكل، مفيش حكاية البرص اللي كان في الملح دي الشائعات. اما دي الشائعات يعني برضو يعني يقول لك اصل البهاق هو اسمه البرص، البرص. فانا قعدت ادور على قصه، قال لك اصل ده لو البرص مش على الملح ايوه والواحد كاله يجي له البهاق، فعشان كده اسمه برص. طبعا ده كلام تخريف. ده اي كلام، البرص يعني حشره بتاع، قصدي كائن غلبان يعني. بس كان في ناس كتير بتقول يعني دايما تسيبوا الملح تخلوه بتغطي عشان لو برص جه عليه يجي لك بهاق. لا ده كان مش مظبوط، هو طبعا اي اكل لازم يتغطى، مش مش بس تحديدا مش عشان كده. وبعدين برضو ساعات في ناس تقول لي ايه الاكلات الممنوعه للمريض؟ ما فيش اكلات ممنوعه، يعني البهاق مش دعوه بالاكل زي ما قلت، فما فيش حاجه اسمها ما تاكلش ده. يعني في ناس إيه مثلا ما تاكلش اي حاجه لونها ابيض، قال يعني عشان خاطر بقى لون ابيض فما ياكلش. طبعا كلام مش مظبوط، يعني ياكل زي ما عايز مش اي مشكله. طيب خلينا ناخد تليفون احمد. الو. ولا بسم الله. صباح الفل، اتفضل. لا انا اكلم دكتور هاني. اتفضل دكتور هاني مع حضرتك. تحت امرك يا فندم. دكتور هاني، دكتور عندي 24 سنه وشعري مسجد من قدام. تمام. وانا بقالي بس اكثر من سنتين وانا كل شويه احلقه خالص. ايوه تمام يا خالص، وفجاه برضه انا جيت مسجد برضه. طب قول لي يعني الاسره كده، خلانك والوالد وجدك، هل في حد فيهم اصلا؟ الله، ابويا واخويا الكبير. طيب يعني اذا مش عيب، يعني حاجه كبيره، انت طالع زي الوالد، فده معناه ان احنا داخلين على يعني احتمال يكون صلع. عايز اقول لسيادتك حاجه عشان الواحد يكون امين، الصفات الوراثيه لا تعالج بالادويه، وبالتالي اذا كان هناك صلع فلا يوجد علاج دوائي للصلع. انا بقولها كلمه واضحه كده عشان حضرتك ما يبقى لما تسمعش اعلانات ويقول لك ده دواء جديد بيعالج الصلع، ده كلام غير علمي. انما الحل الوحيد، ودي حاجه انا ما بعملهاش يعني، بتبقى لو صلع كامل مفيش شعر خالص بيتعمل زراعه شعر، ولكن ده بعد سن ال 30 مش قبل كده. هذه الفتره حضرتك بس مطلوب التغذيه السليمه، الاكثار من شرب الميه، طبق السلطه الخضراء كل يوم، وما فيش مانع تاخد فيتامينات. ولو دخلت على صفحتي على الفيسبوك هتلاقي كبسولات معينه، خد كبسوله بعد فطار كل يوم وامشي عليها على طول، فدي هتقلل شويه معدل السقوط، انما لن تمنع ظهور الصلع الوراثي. والف سلام عليكم. شكرا يا احمد. طيب هنا في احمد صابر بيقول يا دكتور عندي 17 سنه وعنده في شعره بعض الشعر الابيض وهو ليس وراثه، هل ممكن يعرف السبب وهل يوجد علاج؟ هو عرف ازاي انه مش وراثه؟ ابعت لنا بقى. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي ان هو مش وراثي؟ لان الشعر الابيض دايما بيبقى عامل وراثي، الا في بعض حالات البهاق اللي كنا بنتكلم عليه، لو البهاق اصاب مثلا منطقه فروه الراس فالجلد بيبقى ابيض، الشعر اللي بيطلع منه عاده بيبقى ابيض، فهنا لازم يتاكد. عشان يبقى عنده خصله؟ فلو خصله بيضة نبص، ولكن احيانا يعني بتبقى في ناس عندها الخصله البيضة دي. فاكر كان في فنانه زمان كانت اعتقد اسمها حاجه ماضي، زوزو ماضي. زوزو ماضي كان عندها خصله بيضاء كده، كانت حلوه شكلها حلو. دي كده هي دي صفه وراثيه كده، يعني مش مرض. في ناس كانت بتعملها، يعني هي بتعملها، وفي ناس بتعملها طبعا. هي كانت طبيعيه الحقيقه.
فاذا الشعر الابيض ليس مرض ولكنه بتبقى يعني صفه وراثيه. طيب عبد الله على فكره ثانيه واحده ولا يوجد علاج للشعر الابيض. ده في ناس بتحب الشعر الابيض ده دكتور بيصبغ شعر ابيض. لا في ناس ساعات بتسالني اكتب لي دواء للشعر الابيض. لا يوجد الصفات الوراثيه لا يوجد ما عدا الصبغات بقى نصبغ حنه كلام والحنه طبعا افضلهم يعني. انما مفيش ده علاج دوائي للشعر الابيض مفيش. الدواء يخلي الشعر يرجع اسود تاني. طب معلش بقى سؤال، هل دايما كنت بسمع ان الشعر الفاتح بيبيض اسرع من الشعر الغامق؟ ده حقيقه حقيقه. ده حقيقه يعني. بص دايما الاجانب شعرهم بيبيض او شعرهم بيبيض ليه؟ لان هو اساسا الشعر الفاتح ده ضعف في الصبغه. اوكي. يعني مش هو لونه ده حاجه حلوه ده كميه الميلانين قليله فهي مش حاجه حلوه مش هي حاجه كده لكن ده معناه الشعر ضعيفه. والناس اللي شعرها اسود قوي هتلاقيها دايما في جنوب شرق اسيا في افريقيا شعر اسود. الناس دايما اللي بتبقى شعرها اسود قوي او بشرتها سمراء تحس ان ما بيبقاش فيها تجاعيد بسهوله. طبعا. والشعر الاسود ما بيبيضش. ليه؟ بيبيضش مش بس يعني. كده وهتلاقي دايما اصحاب البشره البيضاء زي الاجانب يبان عليهم تجاعيد بدري. ليه؟ لان طبعا هنا مفيش ميلانين. الميلانين ده اللي مسؤول عن اللون بيحمي الجلد من اشعه الشمس فوق بنفسجيه. فطبعا مش موجود فالاشعه بتكسر الكولاجين بتكسر الدهون. لما بيبقى عندي صبغه كتير كميه جامده جدا هتبص تلاقيها بتحمي. عشان كده الناس اللي يعني السمر قوي ما تلاقيش عندهم تجاعيد بيض. لان الميلانين اللي عندهم بيحميهم من الكلام ده. تمام. طيب عبد الله عبد الستار بيقول لدكتور هاني عندي 14 سنه ممكن علاج لحبوب صغيره في الجبهه؟ طبعا دي بدايه ظهور حبوب الشباب. حبوب الشباب طيب. دي بدايه حبوب. انا طبعا بفكرك عبد الله بالوصفه السهله عشان انت لسه صغير بعيد عن الادويه خالص. بجيب مقدار ملح على 9 مقادير ميه. 1 لـ9 كوبايه لـ9 فنجان لـ9 معلقه لـ9 تمام 1 لـ9 وبدوب الملح في الميه كويس قوي. باخد الغسول ده بغسل بيه وشي الصبح مره والظهر وبالليل مره. بيقلل الدهون وبيقلل ظهور الحبوب يمنعها. ودي وسيله طبيعيه امنه بعيده عن الادويه واوفر كمان. تمام يا عبد الله يا ريت تكون متابعنا. طيب هناخد احمد من الاسماعيليه. الو احمد. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. سلام دكتور هاني. اتفضل يا فندم. بقول لك حضرتك يا دكتور انا طلع لي نقط بيضاء كده في رجليا. ايوه. ورحت كشفت الدكتور قال لي ان هو بهاء. الف سلامه حضرتك. الله يسلمك. انا مشيت على العلاج اللي هو اداني مرهم كده 3% شويه فما جابش معايا كده خالص. رحت الدكتور تاني قال لي انا مش بهاء. دي حاجه نابعه عن مثلا زي ثعلبه او حاجه زي كده. وكتب لي على مرهم نفس المرهم برضه 3% حاجه 3%. ثعلبه؟ وقال ايه؟ قال لك ثعلبه؟ قال لي حاجه نفسي عن ثعلبه او حاجه زي كده او لا هو اكيد ما قالكش كده لان الثعلبه دي عباره عن ايه؟ مساحه خاليه من الشعر. انما انت بتقول بقعه بيضاء. طب قول لي حضرتك يا احمد هي دي نقط صغيره قد راس الدبوس كده ولا مساحات كبيره؟ لا صغيره يا دكتور فيها كبير وفيها صغير مثلا لا يكل مثلا 20 نقطه مثلا حاجه. كلها تراش الدبوس ما عدا واحده او اثنين بس هي اللي كبيره في المزايا. كبيره مثلا قد مثلا القرش كده او جنيه يعني؟ لا 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 خالص. صغيره. تراش الدبوس بس كبير شويه يعني. طب انت عندك كم سنه يا احمد؟ 41. لا ده احتمال ما يكونش بهاء خالص. طب انا هسالك سؤال، هل في الدراع فيه؟ الدراع لسه ظاهر عندي نقطه صغيره خالص امبارح. بقول لك ايه؟ بص عاده بعد سن ال 40 بتطلع النقط البيضاء دي مع كثرة تعرضنا للشمس. طبعا اللي انت بتتكلم عليه ده اطمن ده مش بهاء. ده بتبقى ضعف صبغة كده. وبرضه عشان تطمن اكتر وقلبك يطمن اكتر ابعت لي صورة الحاجات دي على صفحتي على الفيسبوك وانا هطمنك. انما مبدئيا اللي انت بتتكلم عليه ده ان شاء الله مش بهاء. ان شاء الله. الف سلامة. شكرا يا احمد. زينب الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا زينب. ازاي حضرتك يا استاذه ما؟ الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي. طبعا خير يا دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ايه من فضلك يا دكتور عندي بس سؤالين عايزه حضرتك بس تجاوبني عليهم. انا عندي ابني هو عموما من ذوي الاحتياجات الخاصه. هو سنه 19 سنه. هو عنده في شعره قشور كده زي القشر بس عريضه
وفروته دايما دهنيه، وبحس ريحه شعره مش حلوه، يعني دايما بحس انها ريحه مش كويسه. تمام. وبستخدم له شامبو اللي هو حضرتك كنت قلت عليه اللي هو دانديل ده، واحيانا بستخدم البيتادين شامبو، لكن القشره دي عمرها ما بتروح. تمام. يعني تخف شويه مع الاستخدام بس برضو ما زالت موجوده، والاقي دايما في شعره قشور قشور قشور، ومن قدام بالذات، واحيانا بتيجي في الحواجب وحوالين الانف. طب بصي، حاجات حمرا كده. خلينا الاول في السؤال الاولاني. ما هو ده السؤال الاول. يعني خلينا نتناقش فيه. ده نوع من انواع الحساسيه الدهنيه، ودي بتبقى مزمنه حضرتك. يعني انت قلتي تفضلتي وذكرتي، قلتي هو بياخد علاج بتروح بس بترجع تاني. احنا محتاجين نستمر باستمرار على الشامبو اللي حضرتك ذكرتيه بصفه مستمره. طول ما انت مستمره عليه مش هتبقى القشور موجوده، لكن ما اقدرش اقول دواء اخده تقوم تروح ما ترجعش تاني، لان دي حاجه موجوده نتيجه افراز الدهون عنده باستمرار. فيبقى نتفق مع بعض ان الغسل بالشامبو وتركه 10 دقائق ثم شطفه، ده هيبقى حاجه يوميه باستمرار، فنخلص من المشكله. يعني كم مره في ممكن اعمل له الموضوع ده في الاسبوع؟ ممكن يوم بعد يوم حضرتك. يوم بعد يوم. معلش السؤال الثاني حضرتك، معلش هتقل عليك. عنده تحت الابط بيبقى ريحه العرق بتاعته فيري فيري باد، يعني السميل بتاعها فيري باد. تمام. ومن فتره كده لاحظت الاقي حاجات حمراء حوالين منطقه الابط كده ومحببه شويه. طب بس استخدمت له بعض، سالت الصيدلي استخدمت له مضاد كده زي حاجه اسمها فيوسكورت وكده، بس برضو مش بحس ان هو خف كويس. لا لا بلاش طبعا اي بتزعجني. بلاش اي كريم فيه كورتيزون طبعا خالص، منطقه البط منطقه حساسه. بص حضرتك ابعدي تماما عن الادويه ومزيلات العرق. نمرة واحد طبعا بتزيل الشعر اول باول. اتنين هتجيبي حضرتك شابة بودرة. الشابة البودرة. وبنتشطف وبنحط الشابة البودرة مرة الصبح مرة بالليل، انتهت المشكلة. يعني الريحة دي بقى كنت هتروح. بستخدم شابة برضو بس برضو في ريحة. لا حطي حضرتك اكتر من مرة مش مرة واحدة في اليوم. الشابة البودرة؟ لان الشابة دي هي اللي هتضيع لك الريحة. الريحة دي على فكرة بتنتج من بكتيريا معينة. الشابة بتقتلها. في ناس بتحط على الشابه دي دكتور من يعني مدام مسك وحاجات كده، مسك او لافندر بلاش عشان ممكن تعمل حساسيه. والحاجات الشابه لوحدها هي موجوده دلوقتي؟ نعم. الحاجات الحمراء الملتهبه اللي حوالين الابط دي، بص حضرتك هنجيب كريم بانثينول وندهنها 3 مرات في اليوم، 4 ايام هتروح ان شاء الله. ان شاء الله. متشكره جدا لحضرتك. الف سلامه يا فندم. الف سلامه. ربنا يبارك في حضرتك. تؤمري فندم. طيب انا عندي سؤال هنا دكتور خاص بموضوع الشابه، بس ده سؤال من عندنا يعني. في ناس بتقول ان الشابه دي بتعمل كانسر وحاجات زي كده. حاجه فعلا ازاي يعني ما بتعملش؟ لا لا طب ولا مزيلات العرق. ما ده كان السؤال الثاني. الحاجات اللي هي دي البادي سبرايز اللي هي بتقول لك اما ما تاخد دش ما تحطش مزيل عرق، الناس اللي بتزيل الشعر ما تحطش عشان بيجيب كانسر، ففي ناس بقت خايفه فعلا تستعمل الحاجات دي. يعني المث دي اسمها مث يعني اسطوره يعني اسطوره كويس موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي. بتحذر فيها البنات وكمان يعني بتحدد خلي بالكم مزيلات العرق بتعمل سرطان الثدي. ده تخريف بين اي كلام او نوع من الهزل يعني. ده كان مش مظبوط خالص وبلاش اي اساس علمي. تمام. مزيلات العرق العاديه عيبها ان هي بتعمل حساسيه لبعض الناس فبتغمق فتعمل التهاب ويترك لون داكن، يعني الناس بتشتكي من لون داكن عاده بسبب مزيلات العرق. فعشان كده بنقول الشابه ما بتعملش سرطان. احنا اساسا ما نعرفش دلوقتي السرطان سببه ايه يعني. ما هو الناس دي بس يعني احنا ما حدش يعرف يا جماعه السرطان ايه سببه لحد دلوقتي. فبلاش الفتح. معايا هاني من سوهاج. الو هاني معانا؟ ايوه يا هاني اتفضل. ممكن اكلم الدكتور هاني؟ الدكتور هاني سامعك اتفضل. بص هاني ومن سوهاج ده يعني لك وضع خاص. اتفضل. ايوه ربنا يخليك يا دكتور. تؤمر. لو سمحت المدام شعرها خشن خالص. تمام. وطي بقى التلفزيون معلش. لا هي يا فندم بتقول له. هي بتمليه؟ سامعك يا فندم. ايوه. معاك. لا هو مش موطي. طب ايه المطلوب سيادتك؟ وطي صوت التلفزيون يا هاني. في علاج ليها؟ ده سؤال مهم جدا. اولا تقول للهانم ممنوع
فرد الشعر باي نوع من انواع الكريمات تحت اي مسمى، بروتين، ما بتفردش حاجه يا دكتور، ما بتستخدمش اي حاجه. طيب تستخدم استشوار بس سشوار. المسموح بيه استشوار، انما ما فيش حاجات كمان طبيعيه بتفرد ولا دواء، ما فيش اي كريمات ولا اي حاجه خالص على الشعر، استشوار فقط. شكرا. طيب موضوع خطير الموضوع ده، فرد الشعر. اه طبعا، اي في ناس بتستعمل كريمات عاديه وبتسيب شعرها كيرلي زي ما هو بيبقى شكله حلو. اه ده مفيش مشكله، كريم مرطب. اه كريم مرطب عادي. اه لما فرد فرد غلط. اه حتى كريم الفرد غلط. لا ده غلط جدا. اه ما هو في ناس بتستعمله، بس هو كريمات الفرد لها مسميات. كيراتين، بروتين، كولاجين، بوتوكس. كل دي مسميات كده زائفه يعني، او دلوقتي يقول لك نانو بروتين، ده كلام مش مظبوط. اي كلام، ما حدش بيستعمل دي فيها بقى. كلها فورمالدهيد او فورمالين، ومفيش حاجه اسمها زيرو فورمالين. لو حضرتك لقيتي عشان كده ريحتها بتبقى غريبه جدا في لما الكوافير بيعملها. اه طبعا. وهنا بقى دي الخطوره فعلا. يعني ليه؟ كل الابحاث على حالات التجارب اثبتت ان الفورمالين بيعمل سرطان. فدي ماده مسرطنه 100%. نبعد عنها. بالاضافه ان هي بتوقع الشعر وبتكسره وبتقصفه وبتعمل حساسيه في الجلد. فكريمات الشعر في منتهى الخطوره. بلاش يا جماعه كريمات الفرد دي لو سمحتم، لو سمحتم، يعني خطر جدا، واحنا لازم كل مره ناكد عليها. يعني مش حاجه ظريفه ابدا. طيب ام نور بتقول هي عندها 30 سنه دايما بتطلع لها حبوب ميه في اطراف الاصابع وتقشر وتشقق في اصابع اليد معينه، واخدت علاج كتير مفيش فايده بقالي 4 سنين. لما بتحط بترافين نقط حبوب بتخف، ولما توقفها بترجع تاني. لا طبعا، بس هي بتقول ان هي بتردع طبيعي فمش عايزه تاخد ادويه كتير. لا طبعا، ده دي بتبقى نوع من انواع الحساسيه، واللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده مرض ست البيت. هي طبعا بتحط ايديها وهي بتردع، فعندها بيبي فبتغسل طول النهار هدوم، تحط ايديها في الميه والصابون، بتغسل اطباق فبتعملها حساسيه في ايديها. العلاج الامثل ان هي تلبس جوانتي. جوانتي؟ اه لما تخش مطبخ هتطبخ، هتقطع، هتغسل اطباق، هتغسل خضار، اي حاجه، هدوم، لازم تبقى لابسه جوانتي. دي بتبقى حساسيه، وده قلنا قبل كده اسمه مرض ست البيت. اه قلناه المره اللي فاتت. اه فلازم تلبس حاجه عشان تحميها من الصابون. هو احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نغسل الاطباق بالجوانتي. مش عارف ليه. مش عارفه ليه يا جماعه. وناس انا بتكلم مع سيدات عندي يقول لك اصل ما اعرفش. ليه ما تعرفيش؟ اتعودي. اه يعني وبعد اضرب لهم مثلا، اقول لهم انا دلوقتي لو في الشتاء طلعت في البلكونه من غير جاكيت هبرد. اه اطلع من غير جاكيت اخد ادويه برد، هيفضل عندي طول عمري اخد دواء. وانت في ناس بتتضايق من الجوانتي، اللي هو الجوانتي اللي بيبقى في السوبر ماركت ده بيبقى كبير. أيوة. الملون ده. الملون بلاش ده، ممكن تغسلي بالجوانتي اللي هو اللي في الصيدليه الطبي. اي جوانتي، اي وسيله تمنع عن الصابون. لازق شويه على الايد فمش هيضايقك زي التاني، ساعات التاني بيبقى واسع كده فبيضايقها او بتدخل فيه ميه. ممكن حضرتك بص تلبس جوانتي قطن جوه قطن، وتلبس فوقيه جوانتي بتاع غسيل. فهيبقى ماسك كويس ومفيش ميه تيجي على ايديها ومفيش اي خوف خالص. ما هتقول لك بقى كل شويه كل ما اجي اغسل مواعين البس جوانتي. ايوه يا فندم، بقى عندها مرض في ايديها يعني. واللي ما عندهاش تلبس برضه عشان ما يجيبهاش. الوقايه خير من العلاج. يعني بدل ما نقعد نجيب في ادويه ونصرف قد كده، هو الجوانتي يعني ب 20 جنيه. بتقول لحضرتك ايه؟ انا بقى لي 4 سنين. ايوه، لان مفيش حاجه اسمها علاج نهائي لاي مرض في الدنيا. مفيش حاجه اسمها كده. يعني دايما الناس تقول دكتور اكتب لي بقى دواء يقضي على المرض ما يرجعش تاني. مفيش. اي مرض في الدنيا لو تعرضت لاسبابه يرجع لي تاني. تمام. طيب يا ريت بس ام نور تكوني متابعانا. طيب انا معايا تليفون، معايا مين؟ معانا مين يا جماعه؟ مي من الجيزه. يا مي صباح الخير. صباح النور يا مي، علي صوتك. منورين. ربنا يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. استأذنك يا دكتور، انا عندي 30 سنه ومرضع طبيعي، ومامتي عندها صلع وراثي في المنطقه اللي هي الاماميه من فروه الراس. وحاليا عندي التهاب في فروه راسي وبتوجعني لما باجي اصرخ. وشعري بيقع جدا، وانا خايف اوصل لمرحلتها لان هي فروه راسها باينه، يعني هي وصلت في المرحله دي. اعمل ايه عشان ما اوصلش لده؟ انا باخد دلوقتي كالسيوم وباخد كولاجين حبوب بس وفيتامين دي لحد ما خلص رضاعه. هو ابني هيتم يعني هيخلص رضاعه شهر 3 الجاي ان شاء الله. بصي حضرتك، انت وصلت لسن ال 30 وده شيء مطمئن جدا، يعني انت وصلت لل 30 ومفيش صلع عند حضرتك وراسي.
بس فروت راسي خفيف يعني الفوق ده الجزء اللي فوق ده باقي يعني بس مش زي الولد خفيف شعرك خفيف بالظبط فاطمني لان ال 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 يعني السقوط الوراثي او الصاع الوراثي بيبان بدري عن كده قوي بيبان من اول العشرينات فده بطمنك مؤشر جيد جدا ومش شرط ان الوالده عندها انك تبقي زيها مش شرط يعني طيب احنا بعد اذن حضرتك انت عندك اكونت على الفيسبوك لا لا طب ولا اي حد في العيله ولا ايه ولا اي حد في العيله لا في اكيد عندي في العيله طب بص اي حد يخش على صفحتي على الفيسبوك اوكي انا كاتب علاج للحاله بتاعت حضرتك عباره عن فيتامينات وتركيبات كده حاجة ممكن تعملها بنفسك يعني مش ادويه بتتباع في حاجه اسمها البوست المجمع انا مجمع اسئله الناس اللي منها السؤال بتاع سقوط شعر وكاتب علاجه خشي وخديه وخدي الفيتامينات الحاجات اللي انت ذكرتيها من شويه فيها حاجه من اللي انت بتاخديها دي ليس لها اي قيمه اطلاقا كبسوله انت قلتيها وهقولها لك اللي هي الكولاجين يعني ده مش اسم الدواء انت الكولاجين ده لما بتاخديه وبينزل في المعده بيتهضم فما بيعملش حاجه تمام هي غالبا السكه اتقطعت يا معي لا سكه معي فهي بس تخش على صفحتي وتاخد علاج طيب ادخلي على صفحه دكتور هاني طيب معايا دعاء من شرم الشيخ الو الو مساء الخير او صباح الخير صباح الفل يا دعاء زيكم عاملين ايه ازيك يا دكتور الحمد لله عندي سؤال يعني كام سؤال كده الميه عندنا هنا في شرم بيضه فمبوظلنا شعرنا كلنا انا واولادي بيضه وخشن وبيقع ميه الحنفيه او ميه الاستحمام يعني تمام فشعرنا باظ بشكل مش طبيعي زيوت مش نافع كريمات مش نافع انا مش عارفه اعمل ايه طيب خلينا في اول سؤال حاجه حاجه عايز اقول لحضرتك حاجه حكايه ان الميه بتاثر دي يعني ايه عامل مش قوي قوي الميه دي حضرتك تقصدي ميه الحنفيه استحموا بيها طيب لما بتدوقيها طعمها عادي ولا مالحه ايوه لا لا ما بيت لا لا ما بيت ما, بت... ما بندقهاش لان هي مش صالحه للاستخدام هي بس اخرها حموم وضوء وكده لا عرفتي ازاي يا فندم انت دقتيها يعني حضرتك دقتيها ايوه دقتها طبعا طعمها ايه اول ما جيت ما كنتش اعرف طعمها ايه ملهاش طعم طعمها مش مالحه طعمها عاديه بس تحسها فيها صدى كده بص دي ممكن تبقى حضرتك ميه يعني زين ولا هذا لا يعني ميه يعني في هناك تحليه فممكن تبقى ميه تحليه عايز اقول لحضرتك حاجه دول الخليج كلها ميتها زي الميه دي بالظبط وهناك ما شاء الله تلاقي شعرهم طويل وتقيل فبلاش ننسب دي للميه انما غالبا ممكن يكون في حاجات تانية زي ايه حضرتك قله أيوة. اكل السلطه الخضراء تاكلوا سلطه خضراء كل يوم بناكل انا منتظم تغذيه رهيبه يعني انا بعمل التونه لازم التونه لازم وسمك لازم كويس يعني في حاجات كتير انا ماشي عليها لكن انا اصبري بس اصبري اصبري الشامبو اللي بتستعمليه نوعه ايه ممكن يكون الشامبو لا ما تقوليش نوعه استني بس يعني هنقول استني يعني ايه ممكن يكون مش مناسب لشعر حضرتك ممكن نعمل ايه بقى حضرتك نعمل ايه ممكن استعمله هقول لحضرتك انت عندك حساب على الفيسبوك عندي طب بتتابعي صفحتي متابعاك جدا يا دكتور طيب في البوست المجمع بتاع مشاكل الشعر تمام في كبسوله فيتامينات تمام هتاخدي حضرتك كبسوله انت والبنات طبعا كبسوله بعد فطار كل يوم تمام اعملي التركيبه اللي انا عاملها تمام تستعمليها ازاي بقى حضرتك بنستعملها مرتين في الاسبوع بالليل أوكي. هنقول مثلا اثنين وخميس اوكي النهارده الخميس حضرتك بالليل النهارده والشعر ناشف من غير ما تغسليه باخد شويه نعمل تدليك داير ما يدور فروه الراس والشعر غاد حروفه سيبيه على شعرك تبيتي بيه تاني يوم الصبح اغسليه بشامبو من الشامبوات اللي انا كاتبها تمام اوكي نمشي على كام ثلاث شهور وادعي لي انا هدعي لك من غير حاجه يا دكتور طيب السؤال الثاني ينفع ليا وللولاد؟ طبعا طيب تمام طيب انا باخد فيتامين سنترم السنترم ده ماشي عليه تقريبا بقالي سنه او سنتين يعني تمام ابتديت في الاخر احس ان هو ما بقاش يعمل حاجه وعايزه اعرف ممكن يعني ده ليه ما بقاش يحسسني ان انا عندي الباور او ليه يعني انا او هو لازم ان انا اغير الفيتامين جسمي ما بيقبلوش ممكن تاخدي الكبسولات اللي انا قلت لك عليها ممكن دي كفايه قوي وهتغنيك عن اي كبسولات فيتامين تاني ميرسي يا دكتور طب مريفة.
شكرا يا دعاء. ام مي، الو ام مي، الو، ايوه انا ام مريم. ام مريم، ايوه ازاي حضرتك؟ ازيك يا ام مريم؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. انا عندي بنت، انا ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور سامعك، اتفضلي. انا بنتي عندها 10 سنين وهي بيضة قوي، وظهر لها بقع تحت عينيها بسيطه كده، بيضة عامله زي ما يكون خدش صغير ابيض كده. ايوه. فهي قلقانه قوي وخايفه، لسه شايفاها بقالي يومين، فقلقانه عليها ومش عارفه اعمل لها ايه. في الناحيتين؟ في الناحيتين، تحت العين. بقى لها قد ايه البقع دي حضرتك؟ يومين اتنين بس. طيب هي من 3-4 ايام اتعرضت فتره طويله وشويه للشمس؟ هي في المدرسه اكيد. ممكن المدرسة. احيانا مع تعرض الشمس بيحصل حاجه زي كده، ما تقلقيش يعني، بلاش مخك يروح لبعيد. ماشي. هي نباتيه، مش اكلت لحوم ولا اسماك. لا لا، مالهاش دعوه بالموضوع ده. بصي حضرتك، حضرتك هتروحي الصيدليه، هتقولي له اديني الدهان اللي فيه ماده التك روليماس. التك روليماس. ماشي. وتدهني الصبح وبالليل، ان شاء الله في شهر يرجع اللون طبيعي، بس خليها تبعد عن الشمس. تتغذى. تبعد عن الشمس. ما عملهاش تحاليل ولا اي حاجه؟ لا، اطمنها. طب عندي سؤال تاني حضرتك. اتفضلي. هي حضرتك لما معرفش، يمكن انا ده ملاحظاه معايا، كل ما بتزهق، عارف المقعد بتاعها؟ مكان ما بتقعد كده بيظهر لها حبوب فيها راس بيضه كده، وبتفضل وجعاها ومش قادره تقعد خالص، كل ما بتزهق. هي وزنها يعني زياده ولا مش عاديه؟ هي رفيعه كده وعسوله كده. طيب ما شاء الله. حاجه كل ما بتزهق بتقعد لوحدها يعني ايه، وتعيط وتعمل، فبحس ان ده بيظهر لها نتيجه زهق. طيب لا، ممكن بص حضرتك يعني راعيها باستمرار، يعني شوفي ايه اللي بيخليها تعيط باستمرار. هي صغيره قوي يعني؟ لا، لو لقيتني هي حساسه زياده، هي لو لقيتني تعبانه، لقيت حد تعبان خاف عليك. يعني ناخد بالنا منها. الحبوب دي حضرتك هتجيبي من الصيدليه اي كريم فيه مضاد حيوي، وتدهنيه الصبح وبالليل، هتنشفها في 5 ايام. طيب ماجي، شكرا يا ام مريم. ماجي هنا عايزه تعرف ايه اسم فيتامينات الشعر اللي كان حضرتك بتقول عليها. ممكن تدخلي، احنا حاضر هخلي حد يكتبهم لك دلوقتي، بس تدخلي كمان على صفحه دكتور هاني، هي مكتوبه الفيتامينات دي. تمام. طيب معايا تيسير. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور هاني؟ يا حبيبتي اتفضلي. انا بنتي عندها 20 سنة. 20 سنة؟ ايوه. وعندها مرض البهاء من وهي عندها 10 سنين. تمام. 20 سنة. تمام. ورحت عند دكاتره كتير، وعملت لها اشعه فوق بنفسجيه، واديت لها مراهم كتير، ورحت اديت لها حقن تحت الجلد، بس كل ده طبعا يا دكتور ما جابش نتيجه. وبقالي 4 سنين بطلت العلاج. هو في مناطق طبعا في الوش والرجلين. تمام. والايدين. اوكي. منتشر يعني في الجسم. بص حضرتك، في علاج جديد دلوقتي احنا بنطبقه، علاج ممتاز جدا. أيوة. غير مكلف، لا يعتمد على جلسات اشعه ولا على اعاد شمس، وبسيط. بس يعني هنعوز نشوفها، لازم ضروري عشان أيوة. نحدد كورس علاج. بس هتعملي حضرتك تحليلين قبل ما اشوفها. تحليل غدة درقية وتحليل وظائف كبد. غدة درقية ووظائف كبد. وظائف كبد. وان شاء الله نكتب لها العلاج، وربنا يكرمها وتخفي باذن الله. الله يكرمك يا دكتور. طب ممكن اوصل لحضرتك ازاي؟ يعني حضرتك في كنترول هيقول لحضرتك. ما تقفليش. طيب استني. تقفلي. في سؤال تاني يا دكتور. اتفضلي. شعرها برضو طبعا اللون بتاعه ابيض، وفي برضو مكان فاضي في نص الشعر كده. طبعا شيء طبيعي، المساحات البيضة زي ما كنت بقول في الجلد. ايوه. في فروه الراس الشعر بيطلع منها ابيض، لما الجلد بيرجع لونه يبقى طبيعي. الشعر الجديد هيطلع باذن الله لونه طبيعي. طب والمكان الفاضي ده يا دكتور؟ ده عايز علاج. غالبا لو حته فاضيه مدوره كده ما فيهاش شعر. دي اسمها تعلبه. ودي علاجها ممكن تاخديه من على صفحتي على الفيسبوك. خلاص ماشي يا دكتور. شكرا. الف سلامة. طيب دكتور نسمة محمد بتقول ايه علاج الزوائد الجلدية في الوش خصوصا تحت العين لشاب عنده 20 سنة، وهل ممكن في علاج لأثار الحبوب والكلف؟ العلاج الوحيد للزوائد الجلدية هو الليزر. الليزر. اوكي. العلاج تمام. الوحيد. ماشي. تمام. اما بالنسبة للكلف، طبعا اذا كان خفيف ممكن كريمات تفتيح
وهي ممكن تلاقيها في صفحتي. اذا كان زايد ممكن نستخدم التقشير او نستخدم الليزر بيشيلها. طيب عندنا كمان بقى كذا استفسار خاص بموضوع الفيتامينات. هي الفيتامينات دي دكتور يعني ايه؟ في بقى حاجات كده بتحصل قدامي زي مثلا انا الفيتامين ده كان حلو معايا قوي خديه، انا الفيتامين ده جاب معايا نتيجه خديه، انت محتاجه اصل مش عارفه تقول لها ظهري بيوجعني، لا انت محتاجه كالسيوم من غير ما تروحي للدكتور، خدي فيتامين خدي كالسيوم. فهل الفيتامينات دي بتتاخد عشوائيا كده؟ يعني اي اروح للصيدليه اقول له عايزه فيتامين عشان شعري بيقع، ولا عايزه فيتامين عشان بشرتي مثلا تعبانه، اخد اي حاجه ولا اخدها ازاي؟ ولا الفيتامين ولا اي حاجه، ما ينفعش اروح اخد حاجه كده من نفسي عشوائي. حتى الفيتامين يقول لك اصل ده فيتامين ما بيعملش حاجه. في حاجه اسمها هايبر فيتامينوزيس، يعني انا لو خدت فيتامينات بجرعه زياده تعمل لي مشاكل صحيه. كل الفيتامينات لو اتاخدت زياده تعمل مشاكل، تعمل مشاكل فعلا، ولازم يبقى الجسم محتاجها مش ما تتاخدش كده عشوائيه. عندنا مثل بسيط قوي بيقول حاجه اللي تزيد عن حدها تتقلب ضدها، فما فيش حاجه اسمها كده. والفيتامينات دي خلي بالك برضه عشان في ناس كتير يقول لك لا انا مش عايز فيتامينات كتير او مش عايز فيتامين اساسا عشان بيتخن، ده تخريف. الفيتامينات ما بتدخنش، بيقولوا بياكل، مفيش حاجه اسمها كده. الفيتامينات بتساعد على التمثيل الجيد للغذاء. يعني انا لو ما باكلش وباخد فيتامينات كل يوم قد كده مش هتخن، انما لو باكل كتير هتخن. لا هما بيتكلموا ان اي فيتامين بيفتح الشهيه، مفيش حاجه اسمها بيخلي الواحد ياكل، ده كلام مش مظبوط. وما ناخدش بقى فيتامين عشوائي، يعني لازم نسال بالظبط هل انا محتاج فعلا، انا محتاج له ولا لا. انا ممكن اكون مش محتاج له. طيب وكل فيتامين نقصه ليه اعراض. فيتامين ليه حاجات على الجلد، فيتامين سي بينزل دم وهكذا. طيب هل السؤال التاني بقى خاص بموضوع الكولاجين، وفي ناس بتشتري الكولاجين اللي هو كريمات؟ لا الكولاجين اللي بيبقى في الليكويد عشان تعمل بيه ايه؟ عشان تحطه على وشها. ايوه دهان. دهان مش كريم. مش كريم، لا مش الكريم، في ده وفي ده. دلوقتي طالع موضه اللي بيشتروه في الامبول زي بتاعت بيروحوا يشتروه من الصيدليه او من على من اونلاين، يعني بيشتروه اونلاين وبيحطوه على وشهم او على الشعر. ده بقى ايه؟ لو حطوا كل يوم كيلو مش هيعمل حاجه خالص، مش هيعمل حاجه ولا حاجه خالص. طب يا جماعه عشان الناس اللي بتبيعه بس بقد كده ويقعدوا يقولوا ده مش ده عارف ده في كريم يعني مشهور جدا بيتباع على السوشيال ميديا ثمنه حوالي 8000 او 10000 جنيه معروف. لا فيك لا اللي طالعه موضه اللي هي في السايل ده، حضرتك عارفه ازاي؟ زي بيتاخد في الحقنه. اصل الكولاجين هو ملوش ماركه، هو مش ماركه، هو بيتاخد ده له كبسولات كمان. كبسول؟ لا مش الكبسول، في كله. هو عامل زي الزيت يا فندم، عادي سائل. اوكي زي قلته. طيب هو لازم يعني لازم يبقى لو حد عايز كولاجين حقن، لازم حقن. بص يا هانم، الكولاجين دي حاجه جوانا، كويس؟ مع تقدم العمر بتتاثر، ومع التعرض للشمس اكتر بتتاثر. مش هينفع ادهن فتبقى ترجع تاني، مش هينفع. مش اكسترنال يعني، مش هينفع خالص. لازم حقن. طيب ماشي. طيب انا معايا تليفون، معايا احمد، معايا مين؟ الو احمد. طيب السؤال التاني كمان في حاجه خاصه، بس ده بقى في ناس تقول لك ان بالنسبه للحقن بقى يا دكتور، هل الحقن بتاعت الفيلرز والحاجات دي لازم لما اجي احقن مره مثلا حقنت بنوع معين احقن بنفس النوع تاني بعديها، ولا ده خطر؟ و يعني ايه؟ اصل هقول حضرتك حاجه، يعني في مكتوب دلوقتي على الفيسبوك ان اللي بيحقن مثلا فيلر حقنت انا بنوع ماركه حاجه معينه، فانا رحت احقن تاني لو ما حقنتش بنفس الماركه مش هيملى؟ لا بيعمل مشاكل، بيقولوا بيكلكع او حاجه زي كده. لا لا لا، اللي بيكلكع دي خطا من الدكتور او الدكتوره اللي حقنت. الفيلرز انواع، في حاجات بتيجي من بلاد يعني من غير اسماء خالص، تبقى حاجه يعني ما انا بسال عشان تعبانه يعني، وفي ماركات عالميه معروفه. الفيلر الكويس بيقعد تاثيره على الاقل سنه ونص، وممكن يقعد سنتين. سنه ونص؟ وسنتين كمان، انما اللي بيقعد شهرين ثلاثه دي بتبقى حاجات تعبانه ومعروف مصدر البلاد اللي بتيجي منها. الحاجه الثانيه اي حاجات كلكعه وكده ده خطا من الحقن. اوكي تمام. طيب تمام. عشان برضو كان في كذا سؤال خاص بموضوع الفيلر. وبعدين الفيلر ده مش في اي حته في الوش نحن فيلر، ما ينفعش مثلا احقن فيلر هنا خالص في منتهى خطوره. الفيلر ايه اماكن؟ ممكن تحت العين، الخد، هنا، هنا، مش اي حته. هنا بوتوكس بس. هنا بيبقى بوتوكس وهنا بوتوكس.
يعني هنا هو دكتور الفيلر ده لما بيدوب في الجسم ايه يعني بيروح لا ده حاجه اسمها يوريك اسيد، ما بيدوبش، هو بيخش جوه بيعمل ايه؟ اول ما بيخش جوه بيلم الميه، عارفه السفينجه؟ فيتنفخ فيملى المكان. ايوه بيروح فين بقى بعد ما يروح؟ بعد مده الجسم نفسه بيطلع انزيمات بتهضم. في ناس كانت بتقول لك الكبد يعني ممكن ياثر على الكبد، ممكن ياثر على مش عارف ايه، على حاجات يعني بيختفي في الجسم ازاي، بيروح فين؟ ده مش بس كده، ده بيكسر. مش خطر يعني؟ لا خالص، ده مش بس كده، عشان برضه السؤال ده سالته امبارح. بس يقول لك الناس اللي عندها كانسر او بتعاني من سرطان ما تستعملش فيلر. طبعا كلام فاضي. لا تستعمله، ملوش علاقه خالص بالسرطان. ولا بالفيلر ده بالبوتوكس ملوش علاقه بالسرطان خالص، لا بيسبب سرطان ولا بيساعد ولا له علاقه ولا اي حاجه خالص. الحاجات دي امانه على فكره. طيب الحاجات دي امانه يا جماعه، عشان ده 50 سؤال بس على الحكايه. مين يحقن؟ دي اهم حاجه، لان احنا بنكتشف ناس مش دكاتره اساسا بيعملوا الكلام ده، ممكن تبقى اخطائهم قاتله. طيب ناخد بالنا بس، يعني هو الموضوع مش قصه يعني مش حاجه على حاجه بقى اللي اقول لك لا، لما تروحي اسالي الدكتور ده نوع ايه، علشان لما تحقني بعد كده لازم تحقني نفس النوع. فدي طلعت اسطوره اي كلام يعني. طيب دكتور، بس عايزين بقى في النهايه علاج. في ناس تسال بقى على علاجات البهاء اللي فيها، هل في علاجات بس كلها علاجات دوائيه؟ دوائيه مفيش حاجات ليزر وكلام من ده؟ لا الحقيقه انا لا اؤمن بعلاج البهاء بالليزر. كانوا كاتبين ان في علاج. ما بص حضرتك، احنا اتفقنا ان ده ايه؟ خلل في نشاط الجهاز المناعي. تمام ففي الجهاز المناعي بيشتغل غلط. طب انا ما اعمل حته هنا بالليزر، طب انا الجهاز المناعي اللي جوه ده اللي فيه خلل انا ما عالجتوش، كاني بالظبط بعالج بحاجه موضوعيه فقط. يعني مثلا بيروح تاني يعني. يعني انا مش هقدر اعالج البهاء بكريم بس، في مشكله جوه، فلازم المشكله دي مناعيه، فلازم ادي دواء مناعي يصلح المشكله. بس هو بيتعالج ما في علاج جديد كويس قوي ان شاء الله. طيب في ناس كانت بتتكلم في علاج البهاء، في اماكن بيبقى بيوتي سنترز، وعايزه بس الناس تاخد بالها برضو من الحته دي عشان انا مش فاهمها قوي، بس كذا حد بعتها لي. بيعملوا ايه بقى؟ بتدخل في البتاع اللي هو الجهاز بتاع التان ده، انا جهاز الشعف البنفسجيه. فبتغمق جسمها، دي نفس الموضوع بتاع الشمس اللي اتكلمنا عنه في الاول. طبعا غلط. خطورته ايه ده؟ لا انا بسمر الجلد العادي اكتر، واللون الابيض مش هيسمر. لا هل الجهاز ده نفسه خطر كمان على الجلد؟ لا طبعا، هو الفكره الشعف البنفسجيه طبعا بتبقى ويفز، في شورت ولونج. اللونج ما فيش فيها مشكله، اللي هي اشياء زي هو اخترعوا جهاز الشعف البنفسجيه ليه؟ بره ما عندهمش شمس كتير، والدنيا طول السنه شتاء ومغيمه وسحاب. أيوة. فعملوا الاجهزه دي بدل اشعه الشمس، فاشعه الشمس في البنفسجيه عملها في جهاز. اوكي، فنفس الفكره يعني قاعد في الشمس. تمام. طيب ده كان بس سؤال خاص بالاسئله اللي اتسالت لنا، عشان نكون بس ارجو ان احنا نكون جاوبنا على الاسئله. احنا قلنا على قد ما نقدر النهارده، بس احنا واضح يعني جاوبنا على معظم الاسئله الحمد لله. وبعتذر للناس برضو اللي يعني اتكلموا النهارده ما عرفوش يوصلوا لنا، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله، ومن هنا لغايه الاسبوع الجاي ابعتوا لنا كل الاسئله وكل الاستفسارات بتاعتكم، واحنا على قد ما نقدر كمان هنبعتها للدكتور هاني، واللي عايز يبعت صور كمان يبعت علشان برضو نبعتها للدكتور هاني في اسرع وقت ممكن. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، دايما منور برنامجنا نهايه الاسبوع. استاذ دكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه، شكرا لحضرتك. مشاهدي نهايه الاسبوع انتهت حلقتنا النهارده، ان شاء الله بكره اشوفكم 9 صباحا بتوقيت القاهره، فكونوا على موعد. باي.